أسعد مساء مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حوار هذه الأمسية الذي يأتيكم عبر هوا الإخبارية السورية من دمشق. عند الحديث عن الحرب السورية دائما نشهد أن مسار الأحداث يتسارع عسكريا، ميدانيا، دبلوماسيا، سياسيا، فيما يبدو بأن مروحة القبول الدولي بإمكانية حصول تسوية تتزايد، ولكن بالمقابل نشهد جملة من التحركات الدبلوماسية ربما هي باتجاه التصعيد وربما باتجاه التمهيد للتسوية، وربما ما يجري فوق الطاولة غير ومختلف جذريا ما يجري تحت الطاولة، أو على الأقل ما هو مخفي من اتصالات وعلاقات وتحركات في هذا الاتجاه. نبدأ بالأردن والذي سوف يعمل على عقد لقاء لمؤتمر أصدقاء سوريا في 22 من هذا الشهر. لماذا وضع الأردن نفسه في هذا المقام؟ يتساءل البعض، هل هو فعلا لن يغير من الأمر شيئا وبالتالي سوف يبقى موقف الأردن حسب كثير من الدبلوماسيين الأردنيين على حاله، واستضافة المؤتمر لن يغير من واقع الأمر شيئا، أم على العكس نتيجة زيادة الإذلال الإسرائيلي والهيمنة الأمريكية ونتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة جدا التي يعيشها الأردن بظل شح مال خليجي ملحوظ وتزايد البطالة وارتفاع سقف الدين العام وزيادة عجز الميزانية تجعل من الأردن راضخ وبالتالي يمكن أن يقدم نفسه وصفة للانتحار هو نفسه قبل أن يقدمها لسوريا؟ ليس بعيدا عن الحدود إلى تركيا مباشرة يصل اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن، وقد استبقت هذه الزيارة جملة كبيرة من التصريحات التي تتحدث عن أن تركيا بنظامها الحالي باتت تلعب لعبة خطيرة جدا مكشوفة باتت كلية بالنسبة للأمريكيين، وأوباما لن يفرط في هذه الزيارة إلا ويفتح ملفات هامة أمام أردوغان قد تكون حساسة ومحرجة له. حكي كثيرا عن ارتباك تركي في الفترة الأخيرة نتيجة مواقف أمريكية باتت واضحة باتجاه سياسات أردوغان في المنطقة ووجود بنى تحتية وأرضية شكلها النظام في تركيا بالنسبة إلى الجماعات الإرهابية. حكي كثيرا بأن استراتيجية تركيا الآن أو على الأقل أردوغان بأن عدوي صديقي قد تقلب هذا الصديق أي الجماعات المتطرفة والقاعدة إلى عدو حقيقي ليس فقط لتركيا وسوريا إنما للمنطقة وللعالم بأكمله. في ظل كل ذلك يجري الحديث عن تسوية كما قلنا في البداية بحيث تتوسع مروحة القبول الدولي بتسوية، هل هو من قبيل الواقعية الأمريكية التي سلمت بقوة وتماسك الميدان في سوريا وما يجري وحكمة القيادة السورية والشعب السوري وصلابة موقف الحلفاء؟ نقرأ المشهد السوري انطلاقا مما جرى في داخلها من الميدان تحديدا من درعا بالتحديد ومن خربة غزالة على وجه التحديد الأكثر ضيقا والأكثر تحديدا ما جرى فيها مؤخرا وفتح الطريق الدولي وتغيير كثير من المعالم القائمة على الأرض، كل ذلك محاور أساسية سوف أطرحها تساؤلات على ضيوفي في الاستوديو. الأستاذ وليد اللز عضو مجلس الشعب، اهلا وسهلا فيك على هوا الاخباريه. يا هلا. الدكتور خالد المطرود مدير مركز الشرق الجديد للدراسات الاستراتيجيه، اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا. يا هلا. اذا ختمت مقدمتي بالحديث عن ما يجري في درعا، كيف حال درعا هذه الايام؟ وخلينا نخصص ما جرى في خربه غزاله مؤخرا استاذ وليد. درعا الان بخير. درعا لم تكن في يوم من الايام ولم تكن ولن تكن خنجر المسمون في خاصرة الجسد السوري، هي الحصن الحصين والدرع والسياج الجنوبي الواقي لها من الحدود مع الكيان المصطنع في فلسطين غربا وجنوبا مع المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن ما جرى كان فوق كل التصورات والتوقعات. عمل منذ البدايات على أن تكون خرجت من منطقة صغيرة لها امتداد حدودي واسع من أقصى الشرق بالسويداء إلى أقصى الغرب على حدود عابدين، مسافة تتجاوز 90 كيلومتر ما بين سهل وجبل ووديان، إلى أن تكون هنالك مقر عمليات. الذي حصل بعد مضي عامين من السجال الدائر، لا أود أن أقول أزمة، هي أكبر من أن تكون أزمة، هي حرب، هي مؤامرة، ولكن طالت المدة حتى أدرك المواطن في درعا وفي سوريا بأنها فعلا حرب ومؤامرة وليست مطالب. بداية أنا لا أستطيع أن أجامل، يعني أنا لا أحسن لا قدحا ولا ذما، ما حصل
ليس حراك سياسي في درعا. خلينا نرجع لورا الشريط شوي. لكن ليس كثيرا. ليس حراك سياسي على الإطلاق. هنالك مطالب، وهذه المطالب تتحقق يعني عن طريق السلطات التنفيذية بالتسلسل. وما حصل في درعا أن كان هنالك معطيات تدل على أن هنالك شيئا ما سوف يحدث، ولكن لم ينتبه أحد إلى هذه المعطيات على الأرض. من هذه المعطيات كثرة العمرات، ازدياد عدد تجارة الحبوب، زيارة زوجة المدعو عبد العزيز الرنتيسي مسؤول حماس السابق، وخروجها من درعا بستين مليون ليرة سوري من جامع الحسين بالمخيم. هنالك ظواهر عديدة، ظهور النقاب فجأة وخاصة بإطار التعليم، وتم نقل هؤلاء. إذا ما كان في درعا ليس حراك سياسي. لو كان حراك سياسي لكل العالم وقف مع هؤلاء الناس الذين قالوا كلمتهم، ولكن هو عبارة عن شو؟ بدعة مبتدعة، اللعب على وتر العقال، على وتر أظافر، على 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 كل ياتى بدعة، إلى أن وصلنا للدم. إلى أن وصلنا نعطيك إياها من الآخير، ما بديش أطول عليك، إلى موضوع أنه أصبح هنالك سيطرة شبه تامة لما يسمى جبهة النصرة على منطقة درعا تقريبا بنسبة 70 إلى 80%. كيف؟ هذه الحدود فتحت على مصرائها، يصاب تقصد الحدود مع الأردن؟ مع الأردن وحتى مع إسرائيل من الجهة الغربية. يصاب على بعد 40 كيلومتر المسلح خلال ربع ساعة بيكون بمشفى المستقبل بعمان. شيء غريب. وين الطرقات؟ في حواجز. كيف عم بيوصلوا؟ إلى أن وصلوا إلى ما يسمى المنطقة العازلة، وأوضح عنها أحد قادتهم المدعو ياسر عبود على ما أعتقد، وقال أن هنالك منطقة عازلة. بدأت هذه المنطقة العازلة يا سيدتي بنقطة تدعى قرية خربة غزالة. هذه القرية محاذية إلى الاستراد الدولي، تبعد عن درعا المدينة تقريبا 16-17 كيلومتر، وعن نصيب تقريبا 35 كيلومتر. هذه القرية تجمع فيها كل المسلحين من كل النواحي، من كل الريف غربا وشرقا، وكانت فيها مركز عمليات. تحاذيها من الغرب إلى الشرق قرية الغرية الغربية، ومن ثم قرية صيدا. ما بين الغرية الغربية وما بين صيدا يوجد لواء استراتيجي اسمه اللواء 38 صواريخ. حصر هذا اللواء ودوه، وبدأت كتائب هذا اللواء تباعا تتساقط إلى أن أحكموا السيطرة على المنطقة شرقا وغربا. بعد ذلك تغيرت العقلية العسكرية أو الاستراتيجية العسكرية، وأنا لا أفهم في الفقه العسكري ما هي الغاية من ذلك كيف، بس ولكن أنا أقول أنه حنية السيد الرئيس وحكمته بالتعامل مع الأزمة وما بده دم زيادة، أنا هاي رؤيتي، ما إذا حدا بده يحاسبني عليها أنا جاهز. ما بده دم زيادة أدت إلى أنه شو؟ أنه كثر عددهم استنفر، وهنالك مال هائل جدا 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 دخل إلى هؤلاء الشراذم. طبعا من قام بهذه؟ كل واحد كان يقال ينادى باسم أمه، مع احترامي لكل سيدات العالم. الشواذ بالمجتمع اللي ما لهم قيمة، اللي أبوه مطلق أمه، اللي سرسري، اللي له سوابق، تم استثمار هؤلاء بأموال ما أنزل الله بها من سلطان على الإطلاق، مال كثير جدا جدا جدا. مصادرها قطر، الجمعيات الإخوان المسلمين في الأردن، جمعيات في الإمارات، الجمعيات في الكويت، طبعا كلها جمعيات إخوانية. ومصادركم أنتم في هذه المعلومات؟ ما موثوقة، مطيع البطين هذا الذي يدعى بمجلس الائتلاف، وأحمد الصياصنة هذا الرجل الخبيث الكهين الأعمى، معروفة، نحن أولاد حارة ضيقة ونعرف بعضنا. هؤلاء هم من ورطوا وتكتكوا، لأنه هؤلاء إخوان مسلمين. على ما يبدو أنه بعد مو نسيانين كف الثمانينات، فأدواتهم معشعشة بالإخوان المسلمين، فهم يتسابقوا إلى ابتلاع السلطة. هم أداة بأيدي إسرائيل، لا يريدون دولة مستقلة ذات سيادة تحكمها مؤسسات فيها طيف تعايش مذهبي وطائفي رائع، ما بدهم إياها. بدهم يمشون على ما يبدو بفتوى بحكم إسلامي بحت. إلى أن أتت مرحلة بفضل حماة الديار الذين على أقدامهم سقط المحال فعلا، هذه المؤسسة
أنا أقدس أحذية هؤلاء الناس، هؤلاء الرجال الغيار الشباب فعلا، لأنه هم الوحيدين. كلنا دفعنا ثمن، لكن مثل المؤسسة العسكرية ثبتت هي المؤسسة الصحيحة القويمة التي يعني أثبتت جدارتها بهالمرحلة. طيب. وهي الجيش الذي لا يقهر. نعم، جميل جدا. أكمل مع الدكتور خالد، يعني نبقى ضمن نفس السياق، وأنا على ما أظن نتابع لقطات التي التقطتها كاميرا الإخبارية عند تحرير خربة غزالة التي لها كان حساسية خاصة قربها من الأوتستراد الدولي تقريبا ما بين دمشق إلى الأردن إلى دول الخليج. حساسية هذه المنطقة تحدثنا عنها دكتور خالد، لكن عندما نتحدث أيضا عن التطورات التي جرت في المرحلة الأخيرة، هل تأتي ضمن استراتيجية الحسم التي تحدثت عنها أنت في مقال لك في أحد المواقع الإلكترونية؟ يأتي الانتصار الأخير ضمن طبعاً. هذه الاستراتيجية؟ طبعا، هو ما في شك اليوم سهرتنا إعلامية لكن بنكهة حرانية مبين عليها. حلو كثير. طبعا حوران هي جزء من سوريا، أنا برأيي هي جزء الأغلى بالنسبة لنا، لأنه نحن أبناء هذه المنطقة، من مياه حوران، من تراب حوران، من كرم حوران، من شهامة رجال حوران. هذه الحوران التي كانت عبر التاريخ درعا حقيقية لسوريا، والتي ستبقى درعا حقيقية لسوريا شاء من شاء وأبى من أبى، مهما تآمر المتآمرون ومهما تخاذل المتخاذلون. ما جرى في درعا، أنا بضعه برسم أهلنا في درعا وبرسم أهلنا في كل سوريا. بس خلينا نفهم شيء واحد قبل ما نحكي بموضوع الحسم واستراتيجية الجيش. كيف كنا عايشين في درعا نحن؟ أهل درعا كيف كانوا عايشين؟ وأنت يعني سهل جبل، والسهل ما بيسمى سهل ليكون في جبل، والجبل ما يسمى جبل ليكون في سهل، وبالتالي تكامل المنطقة يلي نحن منعيشها، المنطقة الجنوبية لسوريا العظيمة، سوريا الأبية يلي كل قطرة دم سقطت فيها هي فداء لكل سوريا ولكل تاريخ سوريا ولكل شهداء سوريا ولفلسطين يلي نحن اليوم عم بالذكرى 65 لنكبتها. أنا بس سؤالي برسم كل السوريين وأهلنا في درعا تحديدا يلي هن الأكثر محاذاة لفلسطين. نحن ليش الحرب على سوريا؟ صدقوني مشان فلسطين، وكل ما عدا ذلك ما له علاقة لا بإصلاح ولا بحرية. يعني في مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه. هل معقول؟ أنا بس بدي خاطب العقل عند المواطن في سوريا وعند ابن درعا، بس خلينا نحن نشغل العقل، لأنه في العقل الله كرمنا وبالعقل بده يحاسبنا وسخرنا كل شيء لأنه أعطانا هذا العقل. طيب أنا اليوم جنبد عقلي أو بأجر عقلي؟ أنا بقبل واحد يبيع آخرته مشان دنيا، أما يبيع دنيا وآخرته مشان يبيع آخرته مشان دنيا غيره، يعني في شيء مو معقول. إذا منلاحظ نحن سياق الأحداث منذ أن بدأنا الأزمة من 15/3/2011، وتحدث الأستاذ وليد في موضوع أنه استثمروا بعض الأشياء في درعا، أنه والله أظافر الأطفال ولا العقل العقال للمشايخ أو شيء، وهذا كلام كله كذب بكذب بكذب. وأنا بقول لك بعد التحقيقات وبعد ما بدأ يعني كشف المستور، تصوري الطفل كم طفل اللي تم توقيفهم هناك اليوم، ثبت لدينا من هو كان يحرضهم ويعطيهم بخاخ سيبري ويطلعوا يكتبوا على الحيطان. هم أطفال عمرهم 16 سنة بغض النظر، وهن نفسهم اللي يعطوهم هذه الشعارات وطلعوا بخوا، هن يطلعوا يبلغوا الأمن عليهم ويحرضوا الأمن عليهم. وكل ما راحت ناس بدها تشوف وضعهم هن يحرضوا أنهم هذول خطيرين وأبوهم هيك وأمخوهم هيك وإلى آخره. وبالتالي كانت تركيبة. ليش؟ لأنه كان في مخطط بدهم يستثمروا ما يجري من مشاكل ما بين الدولة وما بين بعض المواطنين فيها من خلال استثارة العواطف. ووجدوا في درعا هذا المناخ الملائم مثل ما تفضل، كان في هناك مقدمات لهذا الأمر ولم يأتي شيء بالصدفة. يعني أنا بقول الربيع العربي بحد ذاته كان مقدمات لما يجري في سوريا. يعني عندما نقيس المشهد العام اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المشروع الربيع العربي، ماذا تريد من المنطقة؟ تريد اليوم إسرائيل وأمن إسرائيل، ومن ثم وجود إسرائيل، ومن ثم يهودية الدولة في إسرائيل، والحفاظ على أنظمتها والحفاظ على مصالحها من خلال النفط. طيب اليوم بعد ما وصلنا بمرحلة خسارة 2003 في العراق، 2006 لإسرائيل كحليف إلها في لبنان، 2008 في غزة، 2008-2009 وصلت قمة 2010 أن هناك قرار محور شامل للمقاومة أن الحرب القادمة حرب شاملة
ويتم الإعداد لها. نعم. واليوم مراكز الاستخبارات عم تقول أنه كان مجهزين محور المقام الحرب بال2015 على إسرائيل، حرب إزالة إسرائيل. طيب نحن إذا منشوف الهدف الكبير هذا موضوع، طيب مو حرام على أبنائنا اليوم في درعا ولا في سوريا يكونوا وقود للآخرين؟ أنا اليوم أقول أن ما يجري في سوريا أو ما جرى في سوريا منذ 2011 حتى الآن هو عبارة عن مشروع، عبارة عن سيارة أمريكية بقودة أمير خليجي، ركابة إسرائيليين. هالسيارة بدها تمشي لحتى تحقق هدفها، لحتى تمشي تحتاج إلى وقود. هذا الوقود هو دم هالسوريين. أنا كثير بتأسف وقت بلاقي أنه قتل هون من السوريين وقتل هون من السوريين، بغض النظر هذا إرهابي ولا غير إرهابي. طيب ليش لا تكون إرهابي؟ أنت سوري بثقافتك، بتاريخك، بأمجادك، بكل شيء لا يتناسب أن تكون إرهابي. ليش لك حط حالك؟ يعني دكتور، يعني حتى لا أخرج من السياق، هذا تقديم جدا مهم نفهم من خلاله ما جرى في سوريا منذ بداية الأحداث حتى الآن. لكن مجموعة من السوريين خرطت في هذه اللعبة بشكل أو بآخر ودفعت الثمن، ومنهم درعا، عدد من أبنائها فعلا دفع الثمن نتيجة انخراطه في هذه اللعبة وعدم اقتناعه بأنه يجب أن يخرج ولم يخرج حتى. أعود إلى ما جرى فعلا في أكثر من منطقة في درعا وفي خربة غزة التي كما قال هي كانت جزء من مخطط منطقة عازلة أو ما شابه ذلك. الآن تغيرت كثير من المعطيات على الأرض طبعاً. كيف يبدو واقع الأمر بعد أن تمت استعادة خربة غزالة وتم فتح الطريق طبعاً. وهذه نقطة جدا حساسة طبعاً. دكتور طبعاً خالد. أولاً ما أغلق الطريق لأنه في عجز لدى الدولة أنه مو قادرة تفتحه، وأنا كنت شاهد عيان حقيقي على أحد الاجتماعات أنه أغلقوا الطريق على أهل درعا في مكان الخربة، في خربة غزالة. كان التوجيه من القيادة أنه نحن المشكلة ليست معهم، ليست مع هؤلاء الذين قطعوا الطريق. نبهوهم، بعثوا لهم عن طريق المشايخ، عن طريق المجتمع، عن طريق المسؤولين أنه المسألة ليست معكم والحرب ليست معكم، أنتم الخنجر، المعركة مع اللي حامل الخنجر. نعم. لذلك لا تقطعوا الطريق على الناس ولا تعطلوا مصالح الناس ولا المنطقة الشمالية من درعا، الصنمين وقراها وإلى آخره، كله وقف الطحين صار يأخذونه من الشام، المازوت وقف الغاز، الخضروات إلى آخره. طيب بسبب مين؟ بسبب هؤلاء. طيب الدولة عطيت أول مرة وثاني مرة شهرين صبرت لحتى أخذت القرار ضمن استراتيجية الحسم، كانت الحسم وتترك منفذ أنه طلعوا. طبعا بعد الشيء اللي صار وبعد الخسائر الكبيرة والاعتداء اللي تفضل على وقت 38، أنا بقول لك في معلومات أخطر من هيك، من يسير في درعا بهذا العمل في موجه بغرفة عمليات موجودة في المفرق وموجودة في الأردن برعاية سلمان ابن سلطان أخو لبندر، وهناك 11 جهاز استخبارات عربي وأقليمي ودولي يعمل في هذه الغرفة ونحن مطلعين على ما يجري. كان 12 جهاز، اختلف القطري مع السعودي، القطري ترك عمان والتحق في تركيا. اليوم السعودي من يوجه، الأردني للأسف يعني اليوم هو مأزوم دائما اقتصاديا ودائما هو يعني من تجارة المواقف عم يستفيد. لذلك اللي أوعز للواء 38 هن ضباط أردنيين للأسف. أنا بحي الشعب الأردني الحي اللي وقف مع سوريا، لكن أنا من تآمر على سوريا، هالدم اللي سقط في سوريا والخراب اللي صار بسوريا هذا برقبة من تآمر. نعم. الأردنيين، وبالتالي هذه المعلومات كلها موثقة سوف نكشف طبعاً عنها في شاشة الإخبارية في القريب العاجل. ولكن حتى أشرك أستاذ وليد، يعني على كل حال نتابع اللقطات نحن لخربة غزالة بعد أن دخلها الجيش العربي السوري. أتمنى تحضير أيضا كليب لأحد القادة عند الدخول إلى خربة غزالة، عندما يكون جاهز سوف نستعرضه. أستاذ وليد، يعني حساسية المنطقة تحدثنا عنها، ولكن إلى أي حد أيضا ساهم دخول الجيش العربي السوري وضع الجماعات كانت مأزومة أيضا في الداخل، الجماعات الإرهابية والمسلحة يعني في الفترة الأخيرة كذلك الأمر؟ نعم، بعد أن اتخذ قرار الحسم وغادر أهالي خربة غزالة ومنطقة الكتيبة، خربة غزالة جزئين، الكتيبة وخربة غزالة، بعد أن غادر الأهالي واطمأن القادة العسكريين في الميدان على أنه لم يبقى هنالك مدنيين اتخذ القرار. والقرار جاء على عدة محاور، يعني صار في شيء صار في فن بالعملية العسكرية أطبقوا عليه. تم تحرير الخربة بشكل كامل،
دخل الجيش، طردوا فلولهم إلى منطقة الغرية الغربية، الغرية الشرقية، المسيفرة، إلى أن وصلوا إلى حدود خربة ورخم باتجاه السويداء، مما أدى بهم ويوم أمس إلى أن هاجموا أحد كتائب اللواء 52، ولكن دكوا بذاك المكان وقتلت أعداد هائلة منهم. ضلوا بأرضهم. تحرير غزالة هي بالأساس يعني من يقوم على العمليات، تفضل صديقي وأخي الدكتور خالد، ما في عنا فكر عسكري مع مسلحين على الأرض، لا بالغوطة ولا بدارية ولا بكل سوريا، من أبناء سوريا بيقدروا على هيك عمليات. الفكر العسكري هو مستورد إسرائيلي استخباراتي إسرائيلي أردني، وهنالك ضباط خليجيين وأرادنا وأتراك موسيقي، فلدينا صندوق بنك من المعلومات ومن الذخائر، في القادم من الأيام سيعرض. لماذا ترى الآن الدول الداعمة للإرهاب في سوريا انكفأت وبدأت تسير باتجاه التفاوض؟ لأن البان المكشوف والمستور انكشف كل شيء الآن، فلا تتوقع أن سوريا عنده هالحنكة والقدرة العسكرية هاي. من المسلحين لا نتحدث عن من المسلحين الجيش السوري. نعم. هلا جيشنا شيء ثاني، هذا جيش مؤسس عسكرية مدربة متعوب عليه 50 سنة، هاي مو بنت اليوم. لا أنا بحكي عن المسلح السوري الذي انضوى تحت لواء النصرة وباع نفسه رخيصة نتيجة عدة معطيات. هؤلاء كان يشرف عليهم رجال استخبارات في منطقة المفرق بعمان بالأردن، وهنالك قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق فيها 16 طائرة من الأواكس. إذن الأردن طول عمرها مقر عمليات للولايات المتحدة وإسرائيل. فلذلك هذه العمليات التي كانت تؤذينا وتؤذي المؤسسة العسكرية كان فيها أيدي إسرائيلي بحتة، وألقي القبض على عدد من هؤلاء. نعم. طيب أين القيادات التي كانت معهم في الميدان مثلا، مثل ياسر العبود وأحمد النعمي؟ كان هناك حقد شديد عليهم من قبل المسلحين، وهذا لاحظناه من خلال متابعة تنسيقيات الجماعة. باعوا الغنائم ومسروقات التي سرقوها إلى الدول المجاورة. وهنالك يقال الأردن، أنت كما تعلمين يا سيدتي 80% من الشعب الأردني يعيش على منطقة على حوران، المي الحلوة، اللبن، كل شيء من حوران. عندما قطع الطريق من قبل المسلحين جاعت الأردن، ما ظل شيء، لا سيارات تفوت ولا سيارات تطلع. فيقال أن المخابرات الأردنية طلبت من أحمد النعمة أنه انسحب تكتيكيا، لا هو انسحب غصبا عنه، هو هرب، هرب تحت ضربات الجيش العربي السوري وغادر إلى الأردن، فبقيت أدواته على الأرض. الآن بيستغيثوا على تنسيقيات أنه الفزعة وما فزعة وأكلوا. اليوم عمليات ناجحة في المنطقة الغربية من تسيل إلى عدوان إلى عابدين إلى كوية إلى جملة، ضربات محققة. الآن نحن بحالة بصراحة، أهل درعا الشرفاء بيعيشوا بحالة فرح، بأنه كابوس الرعب اللي كان مسيطر عليهم على مدى سنتين، انت كنت اذا تقولي الله يفرجها بدرعا قتل، ما في مجال قتل قولا واحدا. الان بعد هذا الانتصار وفرض هيبة الدولة بالقوة مو على المواطن، على هذه الجماعة المسلحة وقتله وفراره خارج القطر، اعاد للمواطن ثقته بنفسه وثقته بدولته. فالان بيقولوا لها وين كنا نحن، وين كنا؟ صحيح. اذا يعني حتى وصلت معهم يا أخي نار الدولة ولا الجنة تظل، ما عاد بدنا شيء، ما عاد بدنا شيء خلص. على كل حال أستاذ وليد والدكتور خالد، سوف نتابع هذا الكليب لأحد القادة الميدانيين بالتحديد عند الدخول إلى خربة غزالة والقضاء على الجماعات الإرهابية منها. هناك نقطة حساسة وهو جسر الخربة الذي كان قريب منه قناص، دائما كان هناك تعرض لأي أحد يمر في هذا الطريق، دمرت كثير من السيارات من خلال القذائف التي يتم استهدافها عند هذه النقطة، وقنص الكثير من المواطنين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم عند هذه النقطة التي أصبحت نقطة الموت كما تسمى. عند الدخول إلى هذه الضيعة أو القرية كان هناك تصريح لأحد القادة الميدانيين في الجيش العربي السوري، ومن خلال الوقفة لها رمزية ومكانة خاصة، عكست أولا قدرة الجيش العربي السوري وما أصبح خلف ظهري، هكذا تقول الصورة. القناص الذي كان يتمركز أصبح ظهري محميا وليس مكشوفا أكثر من أي وقت ماضي كان، وبالتالي المعنويات الجيش العربي السوري كيف بدت من خلال هذا التصريح؟ نتابع ونعود لنعلق على رمزية ودلالة ما قيل وهذه الصورة. الجيش العربي السوري قادر للوصول إلى أي نقطة يريد،
عكس ما يتوهم الآخرين. وقلنا لهم في السابق هذه سوريا يا أغبياء، ومجددا نقول هذا الجيش العربي السوري يا أغبياء، سوف يستمر بملاحقتكم من وكر إلى وكر ومن جحر إلى جحر حتى يسحقكم تحت أقدامه أو تفرون من حيث أتيتم. بلدة خربة غزالة تتميز بأنها مثل ما أنك شايف أنت البيوت قريبة وملاصقة للإستراد، وبالتالي كان سهل عليهم يتسللوا إلى هذه المنازل القريبة من الطريق وطرد أهلها والتمترس فيها ووضع قناصات ورشاشات بهدف إطلاق النار على أي سيارة مدنية. وقاموا بإطلاق النار مثل ما شفتوا أنتم في بعض السيارات، قاموا بإطلاق النار على سيارات مدنية عابرة آمنين، واستشهد عدد من المدنيين بهذه المنطقة. فتدخل الجيش العربي السوري وتم إعداد خطة محكمة وتم مداهمة البلدة وتنظيفها من رجس العصابات الإرهابية المسلحة. حاليا تم فتح الطريق وصار الطريق آمن والبلدة صارت آمنة، ومثل ما شفتوا السيارات عم تمر بشكل طبيعي. إذن الطريق آمن والبلدة آمنة والحياة عادت تقريبا لطبيعتها عند هذه النقطة الحساسة التي انعدمت فيها الحياة في فترة من الزمن. دخول الجيش العربي السوري قلب كل الموازين في تلك المنطقة. دكتور خالد، دعنا نعلق على رمزية الصورة عندما يقف هذا القائد ويعطي ظهره إلى المنطقة التي كان يتمركز فيها القناص، وبكل ثقة يقف الجيش العربي السوري عند هذه النقطة الحساسة، تمر قوافل السيارات ويعود المواطنون آمنون. كل ذلك ماذا يوحي لك، وما رمزية هذه الصورة والمكان بالتحديد الذي كان يقف عنده هذا البطل الميداني؟ أولا عهدنا بجيشنا كذلك، هذا جيشنا، هذا الجيش العربي السوري اللي دفع ضريبة بدماء شهداء وبتضحياته وببطولاته لحتى يعيد الأمن والأمان لسوريا. هذا الجيش العظيم يوجه له تحية. اليوم حقيقة شو ما حكينا نظريا عن بطولات الجيش وعن تضحياته وعن الشهداء اللي عم يقدمها لا نوفي حقه. القائد العسكري الميداني بحييه لأنه على الأرض ميداني حقيقة، هو يعني وقت ضابط بيحكي بالمكتب غير وقت بيحكي على الأرض، بيكون صحيح. على رأس العمليات. خربة الغزالي تاخد حكى فيها كثير في الإعلام، وكان هي ضمن مخطط عزل المنطقة الجنوبية ومنطقة عازلة وآمنة كما كانوا يروجوا قبل قرار الاستراتيجي للقيادة السورية بعملية الحزم، الحسم النهائي مع القضاء على كل المجموعات الإرهابية. حقيقة ما قدمه الجيش العربي السوري في درعا وفي كل سوريا شيء كبير صحيح. أكبر من أن يوصف. لكن أن يقف هذا الضابط في مثل هذا الموقع في على هذه المنطقة على الجسر بالتحديد. على الجسر، وأنا بعرف في أحد الاجتماعات نوقش في أحد الاجتماعات صارت أنه هناك 20 بيت فقط في منطقة الخربة منهم عم يطلع القناص. البعض اقترح خلينا نزيل هالبيوت ما فيهم أهالي ومنعوض لهم في سبيل نأمن على راحة الناس ونأمن على أمن الناس. طبعا كان قرار لا خلينا مننظف هذه البيوت ومنلاحق هؤلاء المسلحين. الجيش قدم كثير وأفشل المخطط الاستراتيجي الذي كان مرسوم من قبل من جهة الأردن بعد ما فشل المنطقة من قبل لبنان ولا من قبل تركيا. ثانيا اليوم استطاعوا، أنا حكيت من البداية أن الجيش ما كان ضعيف لحتى تاركهم شهرين لحتى فتح الطريق. لا، أولا كان يبعث لهم أنه المعركة مش معكم. اثنين بده الأهالي يعرفوا أنه يا أخوان المعركة هؤلاء ليسوا ما بيريدوا لكم الخير. وأنا من منطلق الخربة ومن مدينة الخربة وما جرى في الخربة والخسائر اللي صارت في الخربة من قبل المسلحين لأنه تم القضاء على عدد كبير منهم، أنا بدي أتوجه برسالتي طبعا لكل القرى على كل الطرقات السورية إياكم ودخول المسلحين، لأنه النتيجة ستكون كما صارت في الخربة. لأنه الجيش لم ولن يسمح بوجود مسلح على الأرض السورية. ها قرار اتخذ، اليوم خلصنا الخربة، المقرن الشرقي مثل ما تفضل بلشوا بالغرية، هربوا على الغرية، كان في مفاوضات مبارح ليسلموا، اليوم تركوا الغرية، في منهم قتل في منهم ترك، عملية بعلم مبارح، اليوم الغرية الشرقية للمسافرة بس خلصوا الطريق. وأنا بقول لك هناك 60 مخفر حدودي تم إعادة العمل فيه من منطقة نصيب إلى حدود السويدة، وهناك قريبا سنسمع أخبار سارة وسارة جدا عن إغلاق كافة الحدود مع الأردن. وهناك جهد كبير عم يبذله الجيش على مستويين بالنسبة إلى المناطق يعني اللي كانت يمر منها طبعا مسلحين وإذا سكرنا هذه الحدود منكون قضينا على 60% من المشكلة. بالتعاون ما بين سوريا والأردن ولا لا جهد سوري فقط؟ جهد سوري، جهد سوري بالتعاون ما بين الجيش العربي السوري والأهالي. جميل. أقول لك أهل درعا يعني معلش تصوروا كثير بشكل غلط.
أنا بعرف درعا يعني وأهل درعا كثير مستائين، وأهل درعا لم يصوروا بشكل خطأ حتى نكون دقيقين دكتور خالد، يعني لا بالإعلام، الإعلام الآخر، الإعلام الآخر نعم صوروا وكأنهم هن ضد البلد وهن ضد الدولة وهن بدهم يستقلوا، وهن كأنهم حتى الإسرائيلي كذلك حتى يعني الإسرائيلي مجموعة صغيرة عبرت يعني عن حتى الإسرائيلي عندما اجتمع مع هذا ما يسمى أحمد النعمي وأمثاله. أنا بتمنى بس يسألوا الناس ما هو الاتفاق اللي صار بين أحمد النعمي وإسرائيل على مياه اليرموك وعلى الحدود مع إسرائيل وعلى المواقع العسكرية مواقع الاستطلاع وغيره. طيب أنا بس سؤال بدي أسأل، أنت اليوم يا مواطننا في سوريا عندما تقوم بتخريب بلدك وضرب البنى التحتية والاعتداء على الجيش بالمنطقة الجنوبية، الاعتداء على مناطق أفواج الاستطلاع والدفاع الجوي والأفواج العاملة والأفواج طيب هذا أليس من مصلحة إسرائيل هذا الأمر؟ طيب هذا ما بيقول لنا أنه هذا بتوجيه من إسرائيل؟ ما بيأكد لنا على أنه إسرائيل هي من تريد هذا الخراب وهذا الدمار؟ هل تقبل أن تكون أنت إسرائيليا في الهدف حتى لو ما كنت إسرائيليا في الهوية؟ طيب الاتفاق اللي صار بين أحمد النعمي والإسرائيلي على ماذا ينص؟ على كل ما ذكرت لك يا الاعتداء على محطات الدفاع الجوي هذه لمين موجودة؟ محطات الاستطلاع، الاعتداء على حواجز الجيش، هذا بيخدم مين؟ طيب. لذلك أنا بدي أقول لأهلنا في درعا، معلش خلينا نركز لأنه بدأنا بدرعا وبسهرتنا الحورانية، خلينا نقول ولو عذرا نحن ننتمي إلى العائلة الكبيرة هي سوريا. صحيح. ولكن كان لدرعا يعني حساسية خاصة في درعا، ظلمت درعا، ظلمت وكان يهيئ من خلالها للسيطرة على بقية المناطق. درعا سيدتي ظلمت لأنه المشروع في درعا اللي صار لسوريا أكبر من تحتمله سوريا، فكيف يعني بدها تحتمله درعا؟ أو إنه وفي ناس اتاخذوا بالعصبية، في ناس اتاخذوا كرة الدم. أنا السؤال في البداية كان الإعلام يركز على المشايخ وشهود العيان، الإعلام الآخر. طيب نحن بعد ما بدأوا بمرحلة إفشال مخطط ألف بالتظاهر، ليش شفنا المشايخ ما عاد طلع صوتهم؟ بس سؤال انتهى دوره، لأنه كان مطلوب إثارة الرأي العام ليحقق ليطلع يتظاهر، يجي طرف ثالث، يجي طرف ثالث يضرب من الجيش ويضرب من هؤلاء المواطنين حتى يكون هناك كرة دم. كرة الدم صغيرة، كل ما كبرت كل ما ازداد الاستياء وازدادت واستثارت العصبية، ومن ثم يعني بزمان نحن عم نحكي على العصبية. يا أختي والله بدرعا ما في تعصب طول عمرها، نحن اليوم عم نشوف مظاهر في درعا غير مقبولة وغير معقولة، ما بيصدق عقل. معلش اليوم نحن نسبة المثقفين، تصوري أول مدرسة في درعا 1954 هي بقريتي، هي مش عم نحكي أنا بالمدينة، هناك نسبة عالية من المثقفين في درعا، هناك نسبة عالية من المتعلمين، هناك نسبة عالية من رجال الأعمال، لك الخير يلي في درعا كان يغطي سوريا كلها. فأنتوا يا أهل درعا، يا أنا يلي أنا منكم، ليش هيك صار فيكم؟ بدكم في الدين؟ أنا اليوم يلي ما زال حتى الآن بدي خاطبه وبدي أقول له ليك القرار اتخذ، حصر وعصر والقضاء المبرم. بس أنا بدي أقول لك كلمتين يا ابنة في درعا، معلش إذا سمحتي، اليوم الموضوع انتهى، ماذا بعد؟ المعادلة الدولية خلصت، المعادلة الإقليمية خلصت، معادلة الداخل الجيش عم يحسمها. أنت شرعا عم تجاهد خطأ، ورجع لما قال الله ورسوله واترك ما قالوا الآخرين. وطنيا أنت ضد بلدك وأنت عم تشكك بانتمائك. سوريا أنت ضد شعبك وأخوتك وعائلتك، لذلك رجع لعقلك، رجع لسوريتك، رجع لدينك اللي أنت ماشي اليوم الله أكبر عم تقتل. هذا الكلام ما بيجوز لا مع الله ولا مع رسوله ولا ما أنزل. نحن اليوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا أردت أن تقتدي ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ارجع إلى ما قاله الرسول، لا ترجع إلى ما قاله الآخرين. الآخرين حرضونا على بعضنا مشان ينفذوا هذا المشروع. على كل حال دكتور، يعني هذا النداء يبدو أنه وصل لعدد لا بأس به من المسلحين الذين حملوا السلاح، وتطور الأحداث الدراماتيك المتسارعة على الأرض جعلهم فعلا يعودوا، ربما كثير من القيادات بدأت تعود. على كل حال أريد أن أشكر فقط مراسلنا إلى درعا يوسف إبراهيم الذي ذهب بالتحديد إلى خربة غزالة، صور من داخل خربة غزالة، وبالتالي جاء بهذه اللقطات التي استعرضناها على شاشة الإخبارية. كل مشاهدي شاشة الإخبارية هم تابعوها طبعا بالطريق فتح الأستراد إلى خربة غزالة، إلى كل القرى التي تحاذي الطريق الدولي حتى مركز نصيب والمناطق الحدودية في الأردن، سأتحدث عنها بعد قليل. لكن أستاذ وليد، نقطة جدا هامة، يعني
بدأت الاختراقات جدا في صفوف المسلحين، وهذا واضح من خلال ما يجري في التنسيقيات والتطورات على الأرض. لماذا بدأت هذه الاختراقات كثيرة في الفترة الأخيرة وبدأت تتساقط هذه القيادات، منها ما يود تسليم سلاحه ومنها ما يود العودة وترك هؤلاء المسلحين أو الفرار بنفسه؟ لا احنا بدنا نقول اختراقات، يعني ما بدنا نكشف ال لا خلي يعرفوا صفوف المسلحين هن وين، هذا يعني كمان عسكري. هلا هن عباره عن ادوات صغيره لمشروع كبير كبير، بس ما عم يستطيع يحققه على ارض اساساتها متينه. العلم لا صدقيني من سنتين ما استعمل ببلدنا سدس القوه العسكريه، لانه في توجه من قيادتنا الحكيمه يا جماعه الادوات ولاد بلد، في عم بيفوتوا باماكن مليئه بالناس الامنين والاهالي. فاحنا عم الجيش كان يخوض حرب عصابات، والى ان ظهر المستور وتبين الهدف الحقيقي من الذي يريده العدو الكيان الصهيوني. نحن من عهد سيدنا ورئيسنا الله يرحمه حافظ الأسد كنا نعمل يا سيدتي على بناء استراتيجي مع الكيان الصهيوني. جيوش جرارة جبهات بعد 73 نحن وقفنا، اعتمدنا على القوة الصاروخية. منذ ذلك الزمان وإلى هذا اليوم لا الأقمار الصناعية فوق ولا تحت الجواسيس على الأرض استطاعوا أن يكشفوا هذه المقرات. غارة عين الصاحب، يا أخي اضرب، معقول ما أننا يا أخي نحن عم نضرب؟ هن بدهم إيانا يعرفوا وين مواقع مكامن القوة لدينا. نحن لدينا قيادة حكيمة لا تريد أن تكشف الأوراق. إلى أين يتجه المسلحون؟ بتكليف من أسيادهم، هم عبيد لأسياد، والأدوات بتركيا وقطر وسعودية كمان، هذول عبيد ما لهم أسياد، سيدهم واضح نتنياهو، إلى أن أضربوا الأماكن الدفاع الجوي حصرا، لأنه أخطر خطر على إسرائيل هو الدفاعات الجوية في سوريا. واستهدفت الكثير من استهدف الكثير، ولكن اللي يعني على وشك أنه يتنسق يعني ما زعلناش عليه كثير، اللي عندنا أكثر وأطول وبعد عندنا كثير يعني. صحيح. طيب أنا حكيت عن الاختراقات في الفترة الأخيرة، يعني هذه المجموعات ليست كتلة متجانسة موقفها واحد، هي مخترقة من جميع الأطراف. هنا الحنكة الأمنية والعسكرية، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لعب الدور فصار الضرب يجي على الماكن صيد، إلى أن بدأوا بالفرارات. تفضل أستاذي الكريم وقال أحمد نعمة فاوضلت، مين هو أحمد نعمة اللي فاوض الإسرائيلي؟ ضابط صغير فراري من الجيش العربي السوري، لا يعرف أين خط أربع حزيران بمياه الطبرية، ما بيعرف أكثر من الكرك الشرقي بلده، وما بيعرف إلا القطعة اللي داوم فيها. هذا الرجل الذي قابل ريما الكتبي مندوبة الجزيرة التي تغدت عنده، إن شاء الله ريتو سمي الهاري تغدت عنده بالكرك العربي عمل له ذبيحة من دم أولاد الكرك ومن دم السوريين، الله لا يجبر عليه. هو عبارة عن أداة رخيصة بيقول أنه أنا قتل أخوي، أخو كان منسق كبير وشارك باعتداء على أحد الدوريات، وهذا الضابط الميداني ولا أريد أن أذكر اسمه هو صديقي اعتدي عليه في منطقة الكرك الشرقي، حول منطقة الكرك الشرقي إلى سجن مركزي لكل موالي للنظام في سوريا. انقسمنا، قال موالي معارض، ما في عندك بسوريا معارض، المعارضة اللي هي المعارضة لبناء وطن، والموالى شو المضاي؟ والله موالي معارض أنا مع أو ضد، لا ما في عندنا هيك، نحن كلنا شعب واحد، كلنا أهل، كلنا أسرة واحدة. الآن قلت لك نحن بحاله المزاج رائع جدا رائع جدا صدقيني. يوم امس جيشنا العربي السوري والقيادات الامنيه اوعزوا الى الاهالي الذين نزحوا من درع البلد. بتعرفي درع البلد قسمين بيفصل بينهم وادي اليرموك، وصغيره درع المدينه، درع البلد وهي درع المحطه، المنطقه الساخنه اللي فيها جامع العمري اللي عملوا لنا اياه يا لطيف، وعمره هذا ما كان الجامع العمري منبر شر إلا عندما استثمره أحد الأشرار، قالوا لهم ارجعوا على بيوتكم خلال يومين، ارجعوا على بيوتكم ما في داعي، ورمموا ما في دمار ولا في شيء على فكرة، يعني إلا القليل القليل. فهذا يعني أن الواقع في درع العسكري
بعون الله طبعا وشبابنا وجيشنا وهالغيارة صدقا درعا الآن رائعة جدا، تعيش أحلى أيامها. العالم عم تروح على سويدا بتشرق يمكن، طريق الأسراد فاتح، شفتي البولمنات، شفتي أحدى المعلمات بدون ما أذكر اسمها كانت مرعوبة شوي من المايك مع المذيع، هاي آنسة فاضلة أنا بعرفها ما بدي أذكر اسمها. طلاب اشتغل الاوتستراد يعني بالنهايه اشتغل صحيح. على كل حال رح ارجع لك دكتور، بس خلينا نتوقف مع هذا الفاصل الذي اعدته الاخباريه عن درعا ونعود لنكمل الحديث في جزء الاخير عن درعا ونتوسع الى المشهد الاقليمي فالدولي. مين ضرب؟ عسكري اردني. عسكري اردني ضرب لي؟ عسكري اردني ضربني على ذي الأردنية. والله أحكي لك صدق، ما أحكي لك كذب، قلبي شرف والله ما يطلع من سوريا ولا يأذي بها مملة، قلبي شرف ولي خاف على مملة. شرفنا وعرضنا إذن سوريا، ومعي عبر الهاتف قبل أن أكمل الحوار في الاستوديو مع ضيفي السيد أبو زين بجبوج من درعا بالتحديد. أهلا وسهلا فيك عمو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام مدام ربا، يهلا فيك. يهلا، الله يعطيك العافية. الله يسلمك. يهلا، كيف الحال وكيف درعا؟ الله يخليك، وبدي أسلم على ضيوفك الكرام الأستاذ خالد فورا والأستاذ وليد الزابي. أهلا بيك. أتمنى من أهالي درعا أن يكونوا مثل الشخصين اللي كشفوا زيف القنوات المغرضة والمجموعات الهرابية المرتزقة. أول شيء بحب أسلم سلام خاص لجيشنا الباسل وقواتنا الباسلة والجهات المختصة، شكر خاص للجهات المختصة التي فتحت أستراد درعا وكشفت حقيقة المغامرة مدام ربا. بس بدي أحب أقول كلمة صغيرة بس لمواطن درعا، وبدي أوجه كلمة لأغبياء المجموعات الإرهابية المرتزقة، إنه يوم بده الجيش العربي السوري بيفتح أي منطقة وأي شارع بيفتحه خلال 24 ساعة ولا يصعب عليه أي شيء. بس هذه المهلة شهرين والاستراد مسكر مدام ربا حتى يكشف مواطننا بدرعا شو عم يعمل وشو عم تعمل المجموعات الإرهابية المرتزقة. بس بدي أسأل سؤال، ليش قطعوا الاستراد؟ المجموعات المسلحة ليش قطعت الاستراد؟ خلي يعرف أهالي درعا مدام ربا أنه قطعوا الاستراد أول شيء على أساس أنه بدي يعلنوها منطقة عسكرية، وهم زعران لا يفقهون شيء وما بيعرفوا شو هو الجيش العربي السوري. أقسم بالله يا مدام ربا، قطعوا الطريق صارت ربطة الخبز بيد المسلح ب 150 ليرة سوري بيبيعها للمواطن. ببعض المناطق انباعت ربطة الخبز ب 150 ليرة سوري عندما انقطع الطريق، والدولة والجهات المختصة والجيش العربي السوري استطاع أن يوصل لبعض المناطق خبز بسعر الربطة 15 ليرة سوري. وهذا الشكر كله لقواتنا المسلحة والجهات المختصة من أجل تأمين لقمة العيش التي استغلها الإرهابيين والمجموعات المسلحة والتحكم بالأسعار وسرق وسلب بعض المنازل وبأكملها. وهناك حادثة صغيرة بحب أقولها لضيوفنا ويسمع أهل درعا، في بعض مناطق في بعض منطقة بدرعا هناك صاحبة بيت حاولت تأخذ بتعرفي سطت بعض المجموعات المسلحة والمرتزقة على بعض المنازل في منطقة معينة بدرعا، قامت هذه الامرأة بجلب أغراضها المنزلية من براد حتى ما يسرقوها بتعرفي المجموعات المرتزقة. عندما جابت سيارة صغيرة وشالت بعض الأغراض وبدها بتعرفي بدها تأخذهن، دق عليها هناك شخص من جبهة النصرة مرتزق ليبي، قالها أين العباء؟ ليش ما أنت لابس العباية والإشار وهي لابسة متحشمة؟ قال أعطيني جرار الغاز، سرق من بيتها جرار الغاز والبراد وبقولها أين العباء؟ ليش ما أنت لابس العباء؟ تخيلي أين الفكر والفتاوى؟ وهناك فتاوى مضحكة جدا مدام بدرعا، فتاوى فكروا أنه بتمشي على أهالي درعا، صدقيني ما راح تمشي عليهم. ما زال عندنا جيش قوي وشعب واعي بدرعا، إن شاء الله سندحر هذه المجموعات الإرهابية.
باذن الله تعالى بقوه جيشنا وشعب درعا. يعني شعب درعا لازم يعرف قبل الازمه مدام رضا، نعم، بيعرف ضيوفك الكرام اي مشكله كانت حتى لو كان فيها دم كان يحلوها على فنجان قهوه. صحيح، كان يحلوها على فنجان قهوه. بتمنى من الاهالي والشيوخ الكبار ومنابر وبالجوامع اللي وعوا هالشباب والمغرر بيهم والصاحبين النفوس الضعيفه، نعم سيد ابو زين، يعني يكونوا يعرفوا شو وراء هذه المجموعات، لانه هذه المجموعات نهايه القتل والدحر تحت اقدام جيشنا الباسل. نعم، شكرا جزيلا لك سيد ابو زين بجبوج، كنت معنا عبر الهاتف من درعا مباشره. حبيت انه تشاركنا في هذا الحديث الذي استغرق تقريبا اول الحديث عن درعا، وكان فعلا نريد ان نخصص هذا الحوار في الامسيه على شاشه الاخباريه السوريه للحديث عن التطورات الاخيره في درعا، كما تابعنا ايضا من خلال الصور هذه الفرق العامله التي بدات مباشره بعد فتح الطريق الدولي وبالتحديد عن جسر خربه غزاله بازاله مخلفات العدوان من قبل الجماعات الإرهابية، بإزاحة السيارات التي دمرت للأسف على يد هذه الجماعات والتحصينات التي كان يتحصن عندها هؤلاء المسلحين. يعني الجيش العربي السوري والقوى العاملة معه لم تنسى حتى أدق التفاصيل بعد الدخول إلى خربة غزالة، وهذا أيضا شيء ملفت ومميز وهام، يعني التفاصيل لم تفلت من أيدي القوى المعنية هناك. على كل حال السيد أبو زين يقال لي بأنه لازال معي ويريد أن يلقي قصيدة على هو الإخبارية السورية. شكرا لك مدام ربا. تفضل. أقول بس بيتين حتى يفهموها كل الشعب السوري. اشبخي يا شام يا أم الكرام، زغرتي بالمجد يا بشر الأنام، ترابك الطاهر مشكات العظام، والجبال الشم حراس الشام، قاسيون الحر عنوان الآباء، والنسور العز فيك كبرياء، والأسود الساهرون الأوفياء، جعلوا منك منارا للعلا. عاشت سوريا وعاش قائدها، وان شاء الله منصوري باذن الله تعالى بشعبنا وقائدنا وقواتنا المسلحه والجهات المختصه. شكرا لك وشكرا لقنواتك المقاومه مثل الاخباريه والدنيا والفضائيه السوريه، احنا معكم. بس بدي الفت شغله صغيره، فضل. هناك بعض الموظفين اقسم بالله قالوا الي وبالاسماء موجودين مستعدين نترك الوظائف ونلتحق بالجيش العربي السوري. نعم، شكرا جزيلا، ليس غريب عن اي احد من درعا وعن الشعب السوري المحب. شكرا جزيلا ابو زين بجبوج، كنت معي عبر الهاتف من درعا. دكتور خالد، يعني في كل اتصال معنا من اهالي درعا بالتحديد عندما نفتح هذه الملف هناك حنين جدا كبير للايام الماضيه، الحديث بحقد عن هذه الجماعات المسلحه وما قامت به، يعني قال لك فنجان قهوه كانت تنحل اكبر مشكله، ففي حنين لهذيك الأيام. بالتالي هل في الفترة المقبلة فعلا هذا الحنين سوف يلعب لعبه وبدأ أصلا؟ وكنت أريد أن تعلق على بعض الاختراقات التي تحدث عنها. أكيد أكيد، اليوم في مناخ، نحن حكينا أنه هناك مؤامرة وهناك صار في خراب وصار في قتل وصار في دم، لكن اليوم مواطننا بشكل عام على مستوى سوريا صار في مثل صحوة، صار اليوم في جو إيجابي حتى في درعا عند أهل درعا. طيب. اليوم ابن درعا وقت شاف أنه قطعوا له الطريق، لمين انقطع الطريق؟ الجيش قادر يطلع بطائرة، بس انقطع المواطن يلي بده يطلع يجيب راتبه المتقاعد، يلي بده يروح على مشفى، يلي بده ياخذ خبز. تصوري القمح من صوامع غرز بده ياخذوه على مطحنة، على مطحنة اليرموك كانوا يصادروه يسرقوه. 1000 اسطوانة غاز رايحة لداعل بيصادروها بيسرقوا منها 300 اسطوانة، صهاريج المازوت، صهاريج البنزين، هذا مين عم يتضرر من المواطن؟ هذا الكلام نحن في درعا بشكل عام، يعني النفس اللي سمعناه من أخونا اللي سمعناه الهاتف حييه، وهي كل درعا هيك، وصدقيني فعلا حكى كلمة في كثير من الموظفين، وأنا بقول للمسلحين ويلي عم يشغلوا المسلحين، اصحكم تفكروا نحن مو ناقصنا رجال، جيشنا لليوم ما عمل شيء، جيشنا بس يعلن التعبئة، بس يجيب الموظفين يحولوا لعسكر، وهذا مطلب كل مواطن اليوم، لأنه اليوم وصلنا لمرحلة إن أن نكون أو لا نكون. صح. اليوم البلد هي المستهدفة. نحن سوريا بتقلي الجيش عم يقتل، هلا بيجيك ناس بيقول لك الجيش عم يقتل، ما الجيش عمره 40 سنه ما كان يقتل. انا بعرف في قرى درعا العرس يلي كان يعملوه ويزينوا له ويعملوا له بهرجه، اذا ما حضر قائد الفوج وقائد الكتيبه بالمنطقه ما بيقولوا هذا العرس ناقص. لك الدبكه اذا ما تغنى للرئيس الاسد لا ما بتحمى، بيقولوا يا اخي هذول في ناس، هذا شاعر المجوز ولا الثاني اللي في منهم بقي وفي منهم غادر. اذا بترجع للسيديات تبعهم اليوم اللي عم يحكوا على سوريا، اصلا ما في سي دي الا ما كان اغاني لسوريا والرئيس الاسد، كنا نتباهى
وما زلنا بنتباهى وبنرفع راسنا، لهذا الشموخنا. لذلك ما جرى على درعا غريب عن درعا. نعم. بس في الشيء الاخر انه مثلا الاختراقات. اصحكم يا اخواننا، يعني بدنا نقول لهم اخواننا لانكم سوريين، طالما بتحملوا الهويه السوريه نحن ملزمين فيكم ونحن حريصين عليكم. انت بدك تقتلني بس انا بدي احافظ عليك، انت بتكرهني بس انا بحبك لانه هي سوريتي. انا بدي اقول لك كلمتين. اصحك تفكر الدوله عاجزه من البدايه. اول وفد راح لعند السيد الرئيس قال لهم السيد الرئيس 134 عسكري قتل من الجيش العربي السوري لحتى امرنا الجيش يدخل. 134 هدول بفتح فيها جبهه مع اسرائيل لمده اسبوعنا. وبالتالي الجيش ما كان ضعيف. عندما اتخذ قرار السيد الرئيس بمنع اطلاق النار لأن لا يحمي الناس من انفسها، لانه عرفان في مؤامره في مخطط. لذلك الجيش اخذ قراره. واذا مفكرين عم تشتغلوا لوحدكم بيكونوا خاطئين. احنا بنعرف شو عم يصير بغرفه العمليات عند الباشا وابو عون يلي معه موجود بالاردن، واللي هو الباشا مين من تخصص؟ الباشا رئيس المخابرات اللي عندهم، وسلمان قاعد في مكتبه ومن هنيك عم يمشي غرف العمليات. والخلاف القطري السعودي انا نقلته قصدا لاقول لهم انه بنعرف شو عم يصير حتى في غرفكم. يعني كل التفاصيل اللي بتجي في هذه الغرف ابدا. وثلاث مطارات بشكل او ثلاث مطارات ثلاث مطارات في الاردن مع ثلاث مخازن للاسلحه، ومين اللي عم يورد الاسلحه ومن اي مداخل. هلا ما صفى له غير حيط والشجره وجلين عم يدخلوا فيه عن طريق اليرموك. منيح. وانا بقول لك بس خلصوا المقرن الشرقي ان شاء الله وراح بس خلصوا بشكل كامل بشكل كامل تنظيف. يعلنوا بدهم يعلنوا بدهم يعلنوا تمام. بده ينتهوا بده يكملوا لخط ابطع داعل اتسي ليكملوا للشجره ومن ثم وادي اليرموك. نعم. وننهي هذا الامر. اصحكم تفكروا الدوله عاجزه او غافله. الدولة عم تحافظ عليكم أكثر ما تحافظ على أنفسكم. على كل حال من المقرن الشرقي اللي هو فعلا نظف تماما من الإرهابيين، فتح الطريق الدولي حتى حدود حتى نصيب، وبالتالي الحدود هناك أصبحت تقريبا شبه آمنة. المراكز الحدودية كيف يبدو الوضع عندها وصورة عن قرب كيف تصلك أستاذ وليد؟ قادمين ومغادرين. نعم. بشكل وعودة كثيفة من على فكرة نصيب ما راح ظل صحيح. ما استطاعوا يرفعوا علم نصر عليه، سيطر على هذا المعبر وعلى منطقة غرز التي تحتوي على سجن غرز المركزي. وبعدد قليل صدقيني ذهب 20 عسكري راجلا على الأقدام من قرية النعيمة إلى غرز، طردوا العصابات الإرهابية وفكوا الحصار عن السجن، ومن ثم تابعوا مسيرهم على الأقدام 20 عسكري إلى نصيب، وتم وضعه في نصيب. نصيب لم تسقط على فكرة، الحدود معبر نصيب. الآن الشرطة عم يمارسوا عملهم، الموظفين ترانزيت جماعة الزراعة اللي بيكشفوا على البرادات، ولكن في هناك احتياطات أمنية. صحيح. المخافر من نصيب إلى صبحة وصبحية باتجاه السويدة عادت، وشاهدت بالشريط كيف تم وضع النقاط المخافر الحدودية. إذا نتابع اللقطات أيضا من نصيب. إذا السيطرة الحدودية عادت من قبل عادت الجيش العربي السوري. ما نحكنا لين هم الأردن يحط حراسة ما بده يحط، هذول الجماعة تعودوا على الشهادة بالعربي الفصيح. إذا حوران الآن بوضع عمل. هي بدأت من درعا سيدتي، صدقيني لا تنتهي إلا بدرعا إن شاء الله قريبا جدا. على كل حال هذه اللقطات أيضا التي نتابعها على يمين الشاشة هي أيضا بالطريق من خربة غزالة إلى نصيب التي تبعد حوالي 35 كيلومتر. نعم. كما وصفها بالتحديد الأستاذ وليد الزعبي. هذا طريق الأستراد الذي فتح ونظف نهائيا. نشاهد فعلا آثار الخراب من قبل المجموعات الإرهابية، وهذه السيارات التي تم استهدافها من قبل هذه المجموعات سواء بالقنص أو بقذائف الهاون أو بالصواريخ، وخاصة صواريخ لاو الإسرائيلية التي هي متواجدة بكثرة بين أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة خاصة في درعا، ومعروف يعني الممرات التي كانت تأتي عن طريق هذه الصواريخ أو غيرها من الأسلحة الإسرائيلية الصنع بالدرجة الأولى. طريق يعني معلش تشرح لنا تفاصيله بس أو ملامح هذا الطريق تقريبا حسب ما عم نتابعه بالصورة. بعد ما بنطلع احنا من خربة غزالة هاي النقطة الجسر اللي فجروه بنمشي تقريبا شي 7 كيلومتر بلاقينا جزر صيدا. صيدا مدينة رائعة جدا كل أهلها بالخليج، فيها ما يقارب شي 40 قصر. بعد منا مباشرة جسر الطيبة أم المياذن في أحد الأثرياء عامل الأحمدي مول على يسار الطريق ومجموعة فنادق. بعد منا مباشرة معبر نصيب. هاي هي. شو هذا الجبل اللي عم نشوفه تقريبا على اليسار؟ هاي يقال لها تلال النخلة. المناطق الحدودية مع الأردن. عرفتي علي؟
طريق آمن كما يبدو. لا لا هي حتى الخضار عم يعطي نوع من التفاؤل فعلا بمحافظة درعا. سهل الخير يعني والله يرحمه. السلة الغذائية من درعا كانت يعني تقدم إلى كل المحافظات في سوريا. يعني حرام، أنا مرة يعني ذكرت من سبيل أو على سبيل النكتة حدا من أهل حوران واللي مشاركين كانوا بثورتهم عم بيقول الله يلعن أبو هالثورة، لا زرعنا بندورة ولا أسقطنا النظام. بس فللأسف يعني تراجع حتى الإنتاج الغذائي وكثير من الناس فقدت أشغالها، تراجع المحصول الزراعي وبالتالي ناس فقدت أشغالها وخف عليها المردود المادي، خاصة بالنسبة إلى الفقراء الذين لن ينخرطوا حتى في هذه الأعمال. يعني إذا بدنا نأخذ ما جرى في درعا هو جزء ما جرى في سوريا من خراب ومن قتل ومن ويلات. يعني حقيقة شيء بيأسي ما جرى من بداية الأحداث. اللي بيأسي أكثر أنه كنا أعداء لأنفسنا، كنا نحن عم نخرب بلدنا بإيدنا، كنا عايشين في راحة، كنا عايشين في أمن، كنا عايشين في أمان. المرأة تطلع من درعا للشام لحمص لحمالة توصل للقامشلي ما واحد يتعرض لها. صحيح. سيارات الخير تطلع من درعا لكل سوريا ما واحد يوقفها على الطريق يفتشها. نحن اللي جبنا البلاء لحالنا. كيف جبنا البلاء لحالنا؟ لأنه جمدنا عقولنا. نعم. أجرنا عقولنا للأسف البعض مش الكلها. لذلك اليوم نحن معلش في جو إيجابي كويس، في ناس بدأت تسلم سلاحها وترجع. نحن منشجع الآخرين على أنهم يمشوا بهذه الخطوة، أنه سلم تسلم. الدولة ما بدها شيء. السيد الرئيس كم عفو صار عامل الدولة؟ ما مو أنت المشكلة معك. أنا وقت بيجي واحد لعند السيد الرئيس مبعوث دولي بيقول له أخي اقطع علاقتك مع محور المقاومة، فاوض على فلسطين، انسى فلسطين، غير بوصلتك وكل شيء بيخلص. فإذا أنت شو موقعك اليوم أيها المواطن في سوريا اللي معتبر حالك صاحب قضية؟ بس أنا بدي أقول لك ومع ذلك ورغم كل شيء عملوا، لا السيد الرئيس تنازل ولا سوريا ضعفت والجيش بدأ بالحسم. نعم. وقريبا جدا أنا بقول لك أعلننا النصر. نحن النصر أصبح بين إيدينا، وخمسة كيري لقاء كيري لافروف بخمسة وستة بسبعة وثمانية أيار تم التفاهم عليه. نعم. لذلك اليوم لحقوا حالكم يا أخواننا يا أهلنا. أنا بدي حي الجيش يلي قام بهذه الأعمال بالحسم الكامل على مستوى كل سوريا. وبدي حي أكثر وهي بشرة لكل السوريين أيضا على ما أنجزوا بالقصير بإلقاء القبض على عشرات من الضباط. نعم. من جنسية الإسرائيليين وأتراك وأردنيين وكويت قطريين وسعوديين. نعم. على كل حال أيضا سوف تعرض كل هذه الوثائق والأفلام على الشاشة الإخبارية. ما زلنا نتابع هذه الصور التي تعرض على الشاشة الإخبارية من مركز نصيب. تبدو الحركة القادمين والمغادرين طبيعية أستاذ وليد الزعبي. هلا نحن ضمن الحرم الجمركي بقاعة الجوازات الأمن العام قوات حرس الحدود، وكان العلم السوري واضح جدا حلو جدا. هاي لك طبعا معبر نصيب، معبر استراتيجي حضاري جدا، مساحات كبيرة للشحن ترانزيت، مستوصف، منطقة حرة، لك مزارع، يعني من المعابر الأساسية على مستوى سوريا. والكل يعرف معالم هذا يعني المعبر والطريق له كذلك. هو الطريق باتجاه الجنوب إلى الخليج العربي. نعم. الجمرك القديم بدرع البلد الرمثة باتجاه الرمثة تعرفي مغلق تماما الآن، لا يعتمد عليه. هذا هو المعبر الرئيسي. نعم. الآن الكاميرا على ما يبدو اتجهت بالطريق شرقا إلى يعادل الفيلم تقريبا حتى نصل إلى. المهم أنه هلأ جملة الحديث بالمختصر أو بالمشار ما راح نقول. أمورنا بخير الحمد لله. على كل حال خلينا نسمع من ست أم جاسم المحاميد معي عبر الهاتف مباشرة من درعا لتخبرنا أكثر عن المزاج في درعا حاليا وكيف يشعر أهالي درعا بعد دخول الجيش العربي السوري وطرد والقضاء على مجموعات كبيرة من المسلحين في أكثر من مكان. يسعد مساكي خالته أم جاسم. أهلا وسهلا فيك، سلامي إليك سيدة ربا وللسيد وليد وللسيد خالد. أهلا وسهلا، تفضل. رحمة لشهداء الوطن، تحية للجيش العربي السوري، تحية كبيرة اللي أثبت جدارته بتنظيف كل بقعة دنسها وخربتها العصابات المسلحة. وقديش هولوا العصابات المسلحة بأنه أن بيجي العالم الحلف الأطلسي كله ما رح يقدر يكرتهم للعصابات هاي. بس الحمد لله اللي الجيش العربي السوري قدر يتحرهم ويكرتهم هالهرتش هاي، وزادت ثقتنا بالجيش العربي السوري قد أول ألف ألف مرة. وعلى فكرة يعني كل الناس قلبها فرحان ومبسوطة
يعني بغاية الفرحة لفتح الطريق الدولي، وما بعرف صرنا نشوف الجيش العربي السوري يعني بعد شوي من نطمن لنبوس أحذيتهم ومش وهو على راسنا. نعم خلطوا بالجيش العربي. خلطوا أم جاسم زغروتة منك، زغروتة حلوان النصر. اي والله بتنا زغروتة بس زغرتي زغرتي زغرت. اي زغرتي معليش عليش زغرت على الشاشة زغرتي معليش. اي خلهم خلهم يموتوا بغيظهم اعداء سوريا واعداء الحوارنا يلا بغيظهم. واني فرحانه لحكي كثير بايدوا سيد وليد لانه حكي حوراني دجيت في الشغل في الشغل وانت عارف شلون في الشغل. طيب حكيكم عن احمد النعمه وهالنظارات اللي واقفوا انت مين مين كان ما احنا قولاتهم نعرفك من الكرك الشرقي وحالتك مليحه كل حال. اثنين العصابات المسلحه اللي استلمت لنا هالطرق والحمد لله يعني اللي شفنا شلون مصيرهم سراقين وحرامية وقاعدين اللي بس غير تقطع الطريق للغاز ويسرقوا قنية الغاز اللي حقها كانت 450 ليرة صار يبيعونه اياها ب 4000 ليرة. البندورة اللي كانت كل السحارة نشتريها ب 75 ليرة وطفس ودرعة بتورد للأمة العربية بندورة صار الكيلو 140. وبعد ما فتح الطريق الحمد لله الجيش العربي السوري صار على القليل كيلو البندورة ب 30 45 لحد ال 45 ليرة. اثنين يعني قطع الطريق الشام ما قطعت انفسنا، لا بنعرف نروح لا بنعرف نشتغل لا بنعرف نقرا لا بنشوف اولادنا لا بنشوف قرايبنا. يعني لما انفتح الطريق جد يعني فتح سرايين على قلوبنا تقيت فرحه. اثنين مشانت الناس هنا يعني قديش فرحانين كلنا بنقول سق الله ايام زمان قسما بالله العظيم انهم بيقولوا 100 نار 100 نار ها ولا جنة هالعصابات المسلحة. خالتو أم جاسم ماذا لحق بك وببيتك وبأقاربك من هؤلاء الجماعات المسلحة الذين كرتهم كما قلتي الجيش العربي السوري؟ الجيش العربي السوري ماذا لحق بك من خلال هذه المجموعات المسلحة؟ أنا أعرف بأنه طالتك اعتداءات شخصية لعائلتك ولبيتك. إيه لحقنا أنه أحد الأصدقاء إنا وراكبين بسيارة مدنية عند جسر نامر وعند جسر الخربة تعرضوا لإطلاق نار وأحدهم توفى والآخرين تصوبوا. يعني فقدنا أعزاء إحنا على قلوبنا. اثنين صار لنا يعني مدة طويلة ما إحنا متجرئين ننزل على الشام مليح. يعني اللي الجيش العربي السوري أثبت لنا جدارتنا قديش إحنا مبسوطين إلو. يعني ما بعرف يعني ثقتنا زادت فيه في كثير كثير كثير. يعني فعلا أثبت جدارته بشكل أحلى جيش بالعالم وأحلى قائد بالعالم الرئيس سيد بشار الأسد. شكرا جزيلا لك ست أم جاسم المحاميد، كنت معي مباشرة من درعا وهذا الحس الحوراني بعيد الروح. يعني شكرا جزيلا لك كنت معي عبر الهاتف. سأنتقل إلى جارة درعا الأرادني كما بيقول والنظام الأردني بالتحديد، استغل ما تبقى معي من الوقت. دكتور خالد، عند الحديث عن الأردن دائما يبدو بأنه في الفترة الأخيرة بدأ يحتل مركز الصدارة بالنسبة إلى الحرب على سوريا، سواء حاول أن يخفي هذا الدور أم لا، الحياد أبدا لا يمكن أن ينطبق وصفه على موقف النظام الأردني. استضافة مؤتمر أصدقاء سوريا في 22 من هذا الشهر ماذا يعني بالتحليل السياسي بالنسبة إلى موقف الأردن؟ قبل استضافة مؤتمر الأصدقاء خلينا نحكي شو عم يحكي هو عن حول استضافته للسوريين. احنا حكينا عن أهلنا درعا عن أهلنا بدرعا، خلينا نحكي عن أهل الدرعاويين اللي موجودين اليوم في الزعتري للأسف، وعار علينا كلياتنا اللي وصلنا اليوم لنقعد في الزعتري. أنا اليوم أنا بعرف بالتلفزيون بالزعتري ما بيخلوني أشوفوا برامج سورية، كل واحد عم يشوفنا اليوم من درعا ومن غير درعا هي أمانة برقبته يوصل لأهلنا في الزعتري. حكت أخت أم جاسم اليوم هي حوران، هي بتختزليها بحوران المرأة الحقيقية يلي عبرت بانتمائها لقائدها ولجيشها ولوطنها، وعبرت بتحليل كلمة بعدة دقائق أفضل من كل شيء عم نحكي إن سنتين عم نحكي. اليوم يلي عاشوا في الزعتري تحت الظلم تحت القهر تحت التعذيب تحت الإهانة، تصوري بيحكي لي أحد المسؤولين في درعا بيقول لي البعض منهم هرب من الزعتري وإجا بس دخل لسوريا قبل تراب سوريا،
قالوا له لك كيف انت رحت؟ قال له ما بعرف شو اللي الله توه رأيي وخلاني اطلع. ادوية فاسدة، معلبات اسرائيلية. تصوري من 10 ايام حادث سير على طريق المدينة المنورة لعمان، في هنيك مجموعة من الكازينيهات، حادث سير لفان بيروح فيه 10 اشخاص، شابين وثمان بنات، للأسف 8 بنات سوريات، أخذوه من مخيم الزعتري لقاء 200 دينار، طلعوهم بالسمسرة مع قوى الأمن الموجودين هناك ليشغلوهم في الكباريهات. عيب نحكي هذا الكلام لأنه هي بنتنا وأختنا في المحصلة وعرضنا، بس اللي بيبيع أرضه بيبيع عرضه، وهذه كلمة حكيناها من الأول يا أخوان، إذا راح الوطن راح كل شيء معه، وإذا ما حافظنا على الوطن مو راح نحافظ على شيء. هي دعوة سوريا، ارجعوا لسوريتكم، ارجعوا لبلدكم، يا اخواننا في الزعتر، يا اخواننا في تركيا، يا اخواننا في لبنان، نحتضنكم بقلوبنا بعيوننا، الدولة مو مقصرة والمواطنين ما منقصر معكم اكيد، لكن الاردن انهم يقول استضافنا وعم ندفع ضريبة، لا انت عم تتاجر كنظام. الشعب الاردني لحاله شعب حي، شعب قصب كبير، وقف مواقف رائعة معنا ومنحييه، لكن النظام انت اليوم شو موقعك يا أخي؟ النظام أنت في الأردن إذا بصير شيء على سوريا تاني يوم أنت بتسقط، تاني يوم بتسقط بالأساس. في الأردن في حكومة كرتونية، يعني الملك بحطوه بطيارة تاني يوم بيقولوا له الله معك على لندن، مقر إقامتك الدائمة الليلية خلينا نقول. أنت اليوم وين رايح؟ لعبة أكبر منك، اللعبة اليوم دولية، عندما يتحدث الكبار لا مكان للصغار، بس عار عليكم يا نظام الأردن، عار يا نظام الأردن، التاجروا بدماء السوريين والتاجروا بمشاعر السوريين وبعرض السوريين. نحن طول عمرنا منقول نحن الرمثة ومنطقة الشمال الأردني هي حوران، نفس العادات ونفس التقاليد ونفس كل شيء، مش هيك نحن منتبادل. حتى لو صار في أزمة في سوريا أنت المفروض تكونوا عون لسوريا، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم، مش حرضوا واحد على واحد، مش قتلوا، مش انتهكوا أعراضهم. لذلك استضافة المؤتمر دكتور بنهاية المطاف هو نوع من الاستثمار أيضا والمتاجرة بدم السوريين، هذا مش بإيدهم، هذا النظام الأردني فرض عليهم استضافة هذا المؤتمر. يا سيدة النظام الأردني لا قرار سياسي له على مستوى المنطقة، تجي التعليمة مثله مثل الجامعة العربية. يعني هذاك اليوم نحكي نحن وصديق أنه يعني عم يسأل أنه ليش الجامعة العربية كل اجتماعاتها من الساعة 4 وراء، فعلا حقيقة سؤال دقق شيء مرة، ليش اجتماعات الجامعة العربية كلها من الساعة 4 وراء؟ حتى يكون في نهار وبلش دوام في أمريكا في غرفة عمليات خاصة، أي قرار أي شيء بده يناقشه بده يكون في وبالتالي كل هذه الأنظمة القرار مش لإلها، يعني بمعنى لا تعني لا تفهم مفهوم السيادة يلي اليوم نحن عم ندفع ثمن من أجل سيادتنا. اليوم بعد اللي جرى في بعد الغارة الإسرائيلية، خلينا نختصر المشهد باختصار لأنه دكتور داهمنا الوقت، يعني بعد اللي جرى في الغارة الإسرائيلية في 5 أيار، تمام، كانت المعادلة انتهت طبعا من 2 في الليل للتنتين وربع في ثاني يوم بست اتصالات ما بين القيادة الروسية مع القيادة السورية من جهة والقيادة الروسية مع أوباما من جهة أخرى، وكان المنطقة على خيارين، الخيار الأول إما حرب شاملة على إسرائيل أو نهاية الحرب الشاملة على سوريا. الأمريكي غير قادر يزج حاله في معركة لدافع عن إسرائيل، والإسرائيلي غير قادر وحده، لذلك ذهب كيري وكان القرار في موسكو نهاية الحرب على سوريا. وأنا بطمن كل السوريين وحاج الناس تتلاعب فيكم بالشعارات وبالتصريحات ودعوات إلى مؤتمرات إلى آخره، الموضوع انتهى. اليوم عم يبحثوا عن الديكور أو عن البرواز لا يخرجوا فيه التفاهم يلي صار في موسكو. اجتماع أصدقاء سوريا اليوم ما في لفت النظر يلي بدهم يعملوه ب 23 شهر في عمان، إنه والله المعارضة ما بدها تحضره، المعارضة ما بدها تحضره. طب ليش ما بدها تحضره المعارضة؟ ما هو إلكم دليل إنه القرار، لا هن مجتمعين لينسقوا مواقفهم قبل مؤتمر 10 أو 12 حزيران، المؤتمر الدولي اللي تم التفاهم إليه. حتى أبقى في هذا، وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني الأردني قال بأنه استضافة المؤتمر لا يعني أبدا تغير في سياسات الحياد الأردني أو السياسات القائمة حاليا، هل هي رسالة تطمين بشكل أو بآخر لسوريا وحلفائها أم لا أريد تحقيق غاية معينة من خلال استضافة هذا المؤتمر في الأردن بالتحديد؟ صديقتي العزيزة، نحن في سوريا الله عطينا مكان، يعني ما عطاه صحة، ما عطاه لأي منطقة بالعالم، فلذلك الكل متضرر من ما يحدث في سوريا. أنا ذهبت إلى طهران بأربعة الشهر للمشاركة بمؤتمر برلمان آسيا، شارك ما يقارب 16 دولة ومن ضمن هذه الدول العربية الأردن، الكويت، لبنان، العراق.
فحضر احد اعضاء مجلس الاعيان الاردني الدكتور الاستاذ حماد المعايطه والدكتور محمد الصقور، فالقى بكلمه قال: لدينا 1.5 مليون لاجئ سوري ونحن دوله صغيره وهذا عبء كبير علينا. اذا هذا النائب وكانه فاتح سلته بده يشحد، رغم انه المؤتمر لمناقشه عده قضايا تخص برلمانات اسيا. في اليوم الثاني بدنا نستحصل، حصلت الغارة على سوريا، بدنا نستحصل على بيان ختامي ندين فيه الغارة على سوريا والجماعات التكفيرية وكل من ساهم ممولة بالحرب على سوريا. من الذي تحفظ؟ التركي. فقمت بكلام وبعصبية، طلبت من أبو ترابي أن أتكلم، فما منحني الدور، هاجمت رئيس الوفد التركي هوزبان الذي قال أن النظام بسوريا غير شرعي، فقلت: لست أنت من تحدد أن النظام بسوريا شرعي، دم الشعب السوري برقبتك، أنتم قتلة، سرقتم المعامل. حتى أني تكلمت بكلام يعني بذيء جدا، وقطع المؤتمر لمدة ساعة، ومن ثم أخذنا إلى طاولة المفاوضات، وبعد ذلك حصلنا على البيان الختامي الذي ارتآه الوفد السوري كما يريد، وتمت الإدانة. منيجي هلا مؤتمر اصدقاء سوريا في الاردن. هلا الان اللاجئين السوريين الذين هربوا من حيف وجور العصابات الاجراميه من جبهه النصره الى الاردن، تم المتاجره بهم على اساس ان يعطى لكل واحد 10,000 يورو. فوقعوا بمخيم لا يوجد فيه اي ذره من ذرات العيش الكريم على الاطلاق. وين كان؟ مضايف وسيعه، سجاد، قهاوي مدلال ومرتشية على النار، اجى لقى حاله على الارض. الان الاردنيون، اول مؤتمر اصدقاء سوريا 130 دوله، ثاني مؤتمر تبخر، الثالث 11، كم واحد راح يجي على مؤتمر اصدقاء سوريا في عمان؟ 11 دوله تقريبا من 100 واكثر من 10 دول. هذا عباره عن افلاس سياسي للبهرجه الاعلاميه. طب لن يتحقق اي نتائج من خلال هذا المؤتمر؟ ما المراد اذا؟ يعني ما القصد منه اذا كان لا يتوقع منه اي نتائج؟ القصد منه ايجاد مخرج لعوده هؤلاء النازحين بشكل لائق، لانه فعلا الاردن غير قادر يعيش حاله، فكيف اذا عنده 200 او 300 الف لاجئ؟ طب الا يمكن ان تكون دكتور خالد، لو سمحت لي باختصار فقط حتى استثمر الوقت المتبقي، ان يكون وسيله من وسائل الضغط على الاردن، مثلا نحن نعطيك مساعدات مقابل ان تلعب دور مباشر واكثر حديه باتجاه سوريا، وخاصه بان هناك من اعتبر بان التحرك البرلماني الاخير في الاردن نوع من التغطيه لدخول الاردن مباشره على خط الحرب مع سوريا، ويمكن ان يهيئ من خلال الاراضي التركيه عمل عسكري مباشر هذه المره على سوريا. تتفق مع هذه القراءه؟ عزيزتي حرب صارت ورانا، تدخل خارجي ورانا، نهاية الحرب على سوريا أصبحت ورانا. عندما يتحدث الكبار لا مكان للصغار، دار المثل وحقق العمل واقترب الأجل وانقطع الأمل. من يريد أن يفكر فليفكر لما بعد الأزمة. الموضوع انتهى. اليوم بدنا نعمله مبارح بالجمعية العامة قرار ترضية، وميعوا القرار وشالوا كل البنود اللي كان بده اياها القطري والسعودي والجامعه العربيه، مشان فقط يقولوا للمعارضه لا تنهاروا دراماتيكيا، لسه في معنى امل. اذا انهاروا بشكل دراماتيكي قبل المؤتمر المزمع عقده الدولي لتظهير التفاهمات، انصحكم تفكروا المؤتمر بكره انه والله شو بده يناقشوا فيه، هذا تم التفاهم عليه. غير منزل حكومه انتقاليه، في ناس بيقول لك حكومه انتقاليه كيف بصلاحيات كامله؟ لا، بصلاحيات كافية تحدد لاحقا. الجيش الأمن بعهدة الرئيس سيد الرئيس، الحكومة الانتقالية من أجل التحضير لانتخابات برلمانية جديدة، من يحصل على أكثرية تفضلوا. أنتوا اليوم عم تقولوا أنتوا الأكثرية أو أنتوا ثورة شعب، شو بدكم سموها؟ صندوق الاقتراع هو الفيصل. الروسي والصيني والإيراني والسوري والقيادة في سوريا لديها مواثيق الأمم المتحدة ولديها حجتها أنه تفضلوا على صندوق الاقتراع. لذلك هي الحرب على سوريا كانت بهدف سياسي، الهدف السياسي فشل. استخدموكم يا أخواننا يا أهلنا يا يلي ما تبقى منكم وقود، أعيدوا النظر فيما استخدموكم فيه. الموضوع انتهى. لا قرار جمعية عامة عاد ينفع، ولا عاد يصير مؤتمر أصدقاء سوريا في 23 الشهر في الأردن. ليش ما الرئيس صالحي ما دعا لمؤتمر ب 29 الشهر أيضا لأصدقاء سوريا الحقيقيين؟
يعني اليوم في قطبين، العالم انقسم. عندما قلنا أن سوريا هي يلطة جديدة، إعادة اقتسام العالم من جديد، نظام أظهرت نظام متعدد الأقطاب، صار في صورة لدينا جديدة اليوم. الروسي اليوم سفنه عم تدخل المتوسط، صحيح. وغدا ستدخل غواصات 112 قطعة بحرية روسية في المتوسط، نعم. بالوقت يلي كان 52 قطعة أمريكية، وكان يقولوا المتوسط. واليوم دخلت 5 سفن جديدة المتوسط من المحيط الهادئ. على كل حال سأعود لمناقش هذا الموضوع، ولكن معي ضيفة عبر الهاتف أيضا من درعا مباشرة. يبدو أن المتصلين من درعا حابين يشاركونا بالحوار اليوم. الست أم شجاع أبا زيد، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي يا مدام ربا. يا هلا، تفضلي. تحية إجلال وإكبار ترفع القبعات لجيشنا الباسل، الجيش العربي السوري والقوات المسلحة، لقائد الوطن بشار الأسد الشريف اللي كل العالم عم تحاربه بس لأنه رجل المقاومة. تحية للقائد الأب الخالد حافظ الأسد، الشعب السوري الواعي اللي عم بيدفع ثمن موقف مقاومة بس لأنه نحن واقفين جنب الشعب الفلسطيني. الرحمة لشهدائنا شهداء سوريا من المدنيين والعسكريين. مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام الأستاذ خالد والأستاذ وليد. ما بعرف شو بدي إليك، بس نحن مبسوطين كتير أنه كانوا يهولوا فينا ويخوفوا فينا، أنه قطعنا الطريق، حولوا خربة غزالة لغرفة عمليات استخبارية. يهود، إسرائيليين، قطريين، أردنيين. درعا مانا هيك، درعا مثل ما قال الأستاذ رفيق اللطف، درع ودمعة لسوريا الأسد. يعني مثل ما قلت لك، حولوها لمنطقة استخبارية، غرفة عمليات، استغلوا الموقع الاستراتيجي تبعها أنه البيوت كتير قريبة من الأستوراد، من خلالها بيصير أنه القنص للمدنيين وللعسكريين. هذا بس مشان يعاقبونا نحن، أنه نحن صار في عنا وعي هم عن درعا، صار في وعي انه نحن بدنا بلادنا، بدنا الامن، بدنا الامان، بدنا نوقف جنب جيشنا، جنب اولادنا، وجنب ناسنا. نحن بدنا بلادنا ترجع مثل ما كانت. بدهم يدمروا البلاد، بدهم يدفعونا الثمن. ثمن شو؟ ثمن انه نحن ناس وطنيين. نحن ما بدنا هذا الشيء، نحن ما بدنا هالعصابات، ما بدنا جبهة النصرة. الجيش السوري قادر يفوت على اي قطعة ارض موجودة بسوريا. يعني كانوا يخوفونا انه مستحيل هذا الشيء يصير، مستحيل انهم يرجعوا الجيش العربي السوري انه يسيطر على استراد خربة غزالة. نعم. خلال ايام قليلة جدا تمت السيطرة ورجعت الحياة طبيعية. كانوا يسرقوا الصهاريج تبع المازوت، سيارات القمح مشان ما عاد في خبز، ربطة الخبز مثل ما حكى المتصل اللي قبلي وصلت فعلا لل 150. طيب وين الثورة بالموضوع؟ وين الحرية بالموضوع اللي انتو عم تحكوا فيها؟ شو هالأشياء اللي انتو عم تحكوا فيها اللي هي ما أنا موجودة على أرض الواقع أساسا؟ هجمت خربة غزالة وهجمتوا على طال خضر، إسرائيل ضربتنا، هذا كله شو بيعطينا؟ بيعطينا دلالة أنه هذا كله الإسرائيلية اللي عم تشتغل فيه. ما بدها إيانا نضلنا أوايا، ولا بدها إيانا نضلنا موجودين، بس نحن رح نضل بقوتنا، والانتصار كتير قريب. نعم. كتير قريب. أنا كتير مبسوطة بالشي اللي عم بصير بدرعا. أمورنا كتير الحمد لله رب العالمين، من الأحسن للأحسن، أخبارنا كتير حلوة. ما بعرف شو بدي إليك، يعني فتحة الطريق كانت كتير شغلة عظيمة. التطهير اللي صار من نفس العصابات الإرهابية المسلحة وجبهة النصر اللي بتحلل ولا بتحرم، عادة الحياة فينا نقول شبه طبيعية لدرعا، وهذا الشيء كثير حلو. ممتاز، شكرا جزيلا لك ست أم شجاع أبا زيد. لك ولضيوفك، وسوريا بتضلها سوريا الأسد، وإن شاء الله يا رب نحتفل بالنصر عن قريب جدا جدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ولكل اللي اتصلوا فينا من درعا، وتحياتنا لكل أهالي درعا. عندك تعقيب دكتور خالد؟ إيه، بس بدي قل لأختنا أم شجاع، طبعا العائلات اللي حكوا إن كان بجبوج ولا المحاميد ولا أبا زيد ولا الزعبي، يعني نحن هن عائلات كريمة وعائلات، وكثير من العائلات الأخرى. أنا بدي قلة درعا مثل ما وصفتي، عم تقولي على زميلنا الأستاذ رفيق لطف، درع ودمعة، كانت درع ودمعة، بدنا إياها درع وبسمة إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. نحن بوصلتنا فلسطين، ولن نحيد عن فلسطين. وإذا بدنا نضل نحكي بما يقوله الإعلام الآخر وما يقوله الآخرون عنا، بدنا نضل ضايعين ضمن دوامة.
نحن في أغنية كنا نغنيها نسمعها من صغر في درعا كلها كنا نغنيها، حتى يمكن بالجبل بأهلنا بالسويدة بنوجه لهم تحية، كان يغنوها بالروح نفدي وطننا، ونصاحي صوت المنادي بالروح نفدي وطننا، وبشرعنا الموت سنة يا مرحبا بالشهادة، وبشرعنا الموت سنة والقدس ما تروحي منا، ومنا صبيا ينادي القدس ما تروحي منا. نحن هاي بوصلتنا القدس، ونحن الأجدر بحمل هذه الراية لأنه نحن سوريين، نحن تربينا على فلسطين وعلى القدس وعلى الأقصى. هذا اليوم ما يجري اليوم في سوريا من أجل ماذا؟ من نرجع للي حكيناه في الأول، من أجل فلسطين، بدون يهدوا الأقصى ويعمروا هيكل سليمان، واليوم ما عندهم جو عربي ملائم مثل هذا الجو. شوف شو عم يصير كل يوم بالمسجد الأقصى. نحن اليوم عم ندفع ضريبة فلسطين. كل من قتل في سوريا، لا تحزنوا يا أهلنا في سوريا، لا تحزنوا يا أهلنا في دارا، لا حد يقول الجيش قتل لي، ولا حد يقول فلان قتل ظلما وعدوانا، لا، كل من قتل قتل بيد إسرائيلية حتى لو كانت اليد غير إسرائيلية، وكل من قتل قتل من أجل فلسطين حتى لو كان على أرض سوريا، لأنه اليوم لو راحت سوريا راحت فلسطين، ولو راحت سوريا راح الإسلام الحقيقي، راح الإسلام المحمدي، راحت الرحمة بالإسلام، راحت الرحمة من قلوبنا. لذلك نداء أخير، السيد الرئيس وجه عفو لكل اللي فروا داخليا وخارجيا، كل من معه سلاح سلم ورجع لقطعتك، رجع لوظيفتك، رجع لبلدك، لا تستنى الجيش لحتى يجي لعندك، ولا تستنى الوقت يفوتك، الموضوع انتهى. يا أخواننا والله العظيم موضوع انتهى. اليوم عم يشتغلوا ديكور لا يظهروا ما تم التفاهم عليه بين روسيا وأمريكا، وهذا ناتج عن صمود سوريا. نعم. وعن صمود الجيش وعن تضحيات هذا الشعب. نعم. أستاذ وليد، بالمختصر يعني لأنه انتهى الوقت، هل فعلا يبدو بأن يعني هناك سكة تسير عليها قافلة ومركب الذي يتجه باتجاه التسوية، وهل تعتقد بأن ما تم التوصل إليه أخيرا عالميا بين روسيا وأمريكا ممثلا هو محصن بحيث لا يمكن أن يسقط أبدا كما سقط الاتفاق الأول في جنيف واحد؟ محصن تماما، ومن يفرض هذا الواقع الآن هو صمود وثبات الشعب والجيش. الآن الأقوى هو من يفرض شروطه. بعد عامين من حرب ضروس ما حصلت لا بالحرب العالمية الأولى ولا بالثانية، من ضخ إمكانات إعلامية مالية لوجستية أسلحة لأن تحطم أنت مشروع محور مقاومة. نعم. ومشروع أحادي القطب. الآن أصبح العالم يعيش بمتعدد الأقطاب. إذن هيمنة أمريكية إسرائيلية على المنطقة انتهت، أدوات المنطقة انتهت، المشروع سقط. بأي معنى أستاذ وليد؟ سقط يا سيدي، سقطت يعني كل أوهام إسرائيل العظمى وإسرائيل الكبرى التي الآن هذه العواصم العربية هي عبارة عن عواصم لإسرائيل. ما بقي بالميدان إلا حديدان، ما في غير سوريا. سوريا صاحبة موقف قومي عربي، البوصلة تبعها الوحيدة هي فلسطين. إذا سقوط سوريا لا سمح الله سقوط الأمة العربية كاملة، وأصبحنا من المحيط إلى الخليج إباء منثورة، يعني ما في مجال من تحت الدلف على تحت المزراب. ما يعني بحس في 400 سنة مثل عصر السلاجقة السابقة، ولكن هنالك إرادة رب العالمين، إرادة شعب واعي مثقف، مؤسسة بناها المرحوم الرئيس حافظ الأسد عسكرية، كمان هذا يعني من ثوابتنا ومن دواعي قوتنا على الأرض، هذه المؤسسة التي فقدنا من أخيارها الكثير ومن رجالاتها الكثير، لكن الحمد لله بضاعة مخلوفة، ما زال لدينا نساء حبالة ولادة ومنجبات، وأحنا الحمد لله أمورنا بخير. المهم أنه كسرنا مشروعهم بالنهاية وحطمنا كل شيء ممكن، بس ما بدنا تكون سوريا مكسر عصا، بدنا ناسنا هلأ توعى. أنا بتوجه من خلال برنامجك هذا يا لأهلنا وخلاننا وعشيرتنا بحوران، أنا ما بحكي بالعشائرية، حرام عليكم 40 سنة أنت تغربت بالخليج، تعملت البيت الحلو والمضافة، وظافة وسيعة ودلال قهوة وعزايم، طلعت 3-4 أولاد، وتنافس أخوك وجارك، والله عندي طبيب، عندي مهندس، عندي ضابط، ليش تخلي أولادك وقود؟ ليش تهجر بيتك ومضافتك يجي وقعد فيها الأجانب النصرة؟ ارجعوا استثمروا حنيتها الحنون، استثمروا حنيتها الحنون اللي هو سيد الرئيس. لو اللي صار عندنا مكان آخر بصير حريقة ونار على الكل، فأنا برأيي استثمروا هالفرصة مثل ما تفضل أخي حبيب دكتور خالد، ارجعوا الباب مفتوح،
قلب سوريا كبير، قلب رئيسنا كبير. العملية مو عملية، تعال بدك مشروع سياسي تفضل ناقش، ناقش بالسياسة قد ما بدك، بدك تعمل حزب اعمل، بس لا تدمر بلدك، لا تقتل أولادك، دمرت مستقبلك، دمرت أنت مؤسسات انبنت من تعبك وتعبي، من عرقك وعرقي، هالمدارس سايب. احنا من واجه إسرائيل لأجل مشروع قومي، فأنا بقول سايق عليكم الله هاي بالحوراني راح أكل. ارجعوا لشرفكم، بس احنا السوريين شرفنا بسوريا، برات سوريا احنا ما نجيين بصراحة، ما بنقدر نكون لاجئين خارج سوريا، نحن حطينا اللبنانيين عنا، العراقيين عنا، ما خلينا دولة، نحن مطعمين لأربع دول الجوار طعام بس من موادنا الأساسية. حرام، ارجعوا لبلدكم، سوريا ما بتستاهل منكم إلا كل الطيب. نعم نعم أستاذ وليد. أيضا سؤال نهائي دكتور خالد، يعني قراءة المشهد الدولي، لأنه قدمته في مقدمتي ولكن الحديث عن درعا أخذ كل الوقت، من خلال تحركات الدبلوماسية الأخيرة، من خلال الاتصالات الجارية، التصريحات هنا وهناك، حتى بعض المصادر الإعلامية تحدثت بأن هناك اتصالات من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا من تحت الطاولة مع الدولة السورية، وهناك أكثر من نصف دول الخليج أيضا تتصل بشكل مباشر مع القيادة السورية. كل ذلك كيف سيتبلور في المرحلة المقبلة سياسيا و تعاطيا على الأرض عسكريا، من خلال دعم أو لا دعم الجماعات المسلحة؟ هو ما في شك تبلور الأمر منذ فترة عندما وصل الغرب إلى طريق مسدود في التعامل مع الأزمة في سوريا، في سقف دولي ممنوع تجاوزوا اللي هو الروسي والصيني في مجلس الأمن، سقف إقليمي إيران وقوى المقاومة، وسقف داخلي هو الجيش وعملياته الحسم النهائي على الأرض. فانعكس ذلك أولا بنقل الملف السوري من قبل عربية من قبل قطر إلى السعودية، ثانيا أوروبيا بالاتحاد الأوروبي، كان الملف بإيد الفرنسي أصبح بإيد الألماني، وهناك مسؤولين أمنيين ألمان كما بيعرف البعض زاروا سوريا، واليوم عم ينسقوا مع أجهزة المخابرات السورية. خاصة الشيء اللي بيزعجهم اليوم هو موضوع الإرهاب، صحيح. وهذا اللي بتخوف منه في أوروبا. الانعكاسات اللي جرت أو التفاهم، مجموعة التفاهمات اللي تبلورت من اجتماع دبلن ومن ثم اجتماعات لندن بين كيري ولافروف، واللي كان آخر اجتماع موسكو، طبعا ظهرها بوغدانوف عندما ذهب إلى لبنان واجتمع مع 20 مسؤول لبناني. يعني لبنان عندما نقول نحن دائما بدك تاخذي الخارطة السياسية العالمية، انظري إلى لبنان بتفهمي شو عم يصير بالعالم. لذلك الصراع الموجود في لبنان هو انعكاس للصراع الخارجي. عندما يذهب بوغدانوف ويجتمع مع 20 مسؤول من كل الأجنحة السياسية وكل الزعامات وكل القيادات ويبلغه الرسمي أنه تم التفاهم مع الأمريكي، آسيا لروسيا منطقة نفوذ، لبنان، سوريا، العراق، أفغانستان بعد 2014 تحت منطقة النفوذ الروسي، اثنين الغاز في المتوسط للروسي والنفط في الخليج للأمريكي، وذهب وبدأ وقع عقود. اليوم وقع عقود مع مين؟ مع الإسرائيلي. راح يوقع اليوم مع لبنان. اليوم وليد جملاط مصر بحكومة سلام، أنا يا باخذ وزارة الطاقة يا ما بتمثل. ليش؟ لأنه العين عليها واليوم هي مركز الجذب. لذلك عندما ذهب بوغدانوف ليقول بالفيلم من الآن الحرب على سوريا انتهت، البيان اللي صدر ما بين كيري ولافروف عندما أول ما بدأ البيان الحفاظ على وحدة سوريا السياسية والجغرافية، بمعنى ممنوع العبث في سوريا. تمام؟ يعني أنا اللي ما عم يقرأ لليوم إن كان أنظمة ولا إن كان أفراد خليه يقرأ، بيوفر جهد حال، بيوفر دم على حال، بيوفر دم على أبنائه. إذن التحركات المقبلة دكتور باختصار لو سمحت في الفترة المقبلة عربيا وغربيا، هل ستكون في هذا الاتجاه أم سنلاحظ تبادل أدوار، تصعيد من قبل أطراف وتسوية وحديث عن تسوية وتمهيد لها من قبل أطراف أخرى؟ عزيزتي الأمريكي لا يملك الوقت ليناور بعد اليوم، وخاصة بعد ما أوهموا بمعركة دمشق الأولى والثانية وزلزال دمشق وزلزال حوران شو بدك تسمي من المسميات، بعد ما انتهى موضوع القصير المعركة اللي كانوا يعتبروها هي ستالين جراد خلينا نقول عنها. هذه الأمريكي بيعرف أنه على الأرض غير قادر يعمل شيء وغير قادر يكون في واجهة تدخل خارجي، لذلك استاتيكو الموجود غير قادر أنه يتجاوزه، وخاصة أنه الرد على الغارة الإسرائيلية كان رد استراتيجي.
أنا وقت بدي أضرب الإسرائيلي اليوم، نحن طالما حكت إحدى السيدة الأخوات اليوم بالاتصال أن هؤلاء إسرائيليين اللي عم يقوموا بتخريب وعم يضرب الجيش، هذول إسرائيليين لأنه هدف الهدف إسرائيلي، ما بيعنيني مين عم يقوم بهذا الأمر. لذلك عندما كانت الضربة على سوريا كان الرد من خلال قضاء النهائي على هؤلاء المجموعات لأنه أصبح بيمثلوا هدف إسرائيلي في ضرب هذه البناء. اثنين، فتح جبهة الجولان يلي اليوم أصبح نتنياهو ذهب مو مثل ما بيتصور الآخرون، ذهب إلى موسكو بالأمس ليقول له والله مشان صفقة صواريخ S-300، لا، صفقة صواريخ صارت عنا وانتهت، راح ليقول له الأمريكي بلغنا انتهت التسوية والأزمة السورية إلى الزوال، يعني إلى انحسار. ما هو مستقبل إسرائيل؟ كيف ستتعامل محور المقاومة، ستتعامل إسرائيل مع محور المقاومة؟ ما هي الضمانات؟ ما إلى آخره. ثلاثة، موضوع التأكيد على محور المقاومة وعلى دور سوريا بأن البوصلة لديها فلسطين. لذلك لم يتغير شيء بالصراع ما بين الدول العظمى من خلال المشاريع الموجودة في المنطقة، وعلى العكس تماما أصبح هناك رعاية لمشروع محور المقاومة ومشروع لفلسطين، والتأكيدات اللي أو الكلام اللي سمعوا نتنياهو من بوتين بيأكد على هذا الأمر. لذلك نحن مقدمين على مؤتمر إعلامي، التفاهمات خلصت، بدي أرجع عيدها وأكد عليها، والبعض بيقول يا أخي ليش كتير عم تحكي فيها؟ يا أخوان الموضوع انتهى، لا حدا يهمكم، لسه في شيء لكم أمل في سوريا، لا إن كان مسلحين ولا دول جوار. راح أردوغان اليوم يبكي عند أوباما، التفجيرات اللي عملها لحتى بلكي يضغط على أوباما ليرجع يجدد أو يغير في بوصلته تجاه سوريا والتعامل مع سوريا. القطري إجا بده يذهب لإيران بنفس اليوم اللي بيذهب فيه، بلغوا أنه منعتذر الوزير صالحي مشغول. لذلك الموضوع انتهى، كل شيء منشوفه من اتصالات من اجتماعات من لقاءات صدقيني اليوم عبارة تظاهرات إعلامية، هو البرواز اللي بده يحطوا له التفاهمات اللي خلصت. المعركة انتهت، انتصرت سوريا، انتصر الشعب السوري، انتصر الجيش السوري، انتصر الرئيس الأسد. اليوم في خارطة جديدة للعالم، في نظام متعدد الأقطاب، وبالتالي العلاقات بدأت تتشعب. يعني أختم هنا، وكل هذه الأجوبة طرحت أيضا أسئلة تقرأ المشهد من ناحية أخرى. يعني حتى زيارة علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية وحديثه عن أن هناك المجالات سوف تنفتح بكل الأصعدة ما بين السعودية وإيران، الحديث عن تقارب جدا مصري إيراني في كل المجالات أكبر مما هو يعني متوقع، أيضا يفتح آفاق جديدة لقراءة حتى المصري مع السوري. على كل حال، كل ذلك فعلا سنفتحه ملف خاص على الإخبارية السورية. كما قلت يعني أخذ الحديث عن درعا كل الوقت، أنا أعتذر انتهى الوقت، بس كلمة إذا سمحتي كلمة فضل. لأن أخواننا السوريين المغتربين يستحقون كل الاحترام وكل التقدير على ما بذلوه للدفاع عن سوريا من المنتديات ومن لقاءات ومن مسيرات. أنا بدي أوجه لهم تحية. كل شوفي تعداد سوريا، السوريين خارج سوريا 23 مليون، يعني بيوازي عدد سكان سوريا في سوريا. هذول صدقيني اليوم ناضلوا مثل ما ناضلنا ودافع عن سوريا مثل ما عم ندافع، لأن المؤامرة كونية ومتعددة. بدي أوجه لهم تحية، بدي أترحم على الشهداء، بدي أحيي هذا الجيش العظيم، بدي أقول للسيد الرئيس مبروك هذا النصر الكبير، هذا نصر كل السوريين، نصر لكل الشهداء اللي سقطوا ونصر لكل الأجيال القادمة، لكنه في الأول وفي الآخر هو نصر لفلسطين ولقضيتنا الأساسية القدس، قضية المسلمين جميعا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور خالد المطرود، مدير مركز الشرق الجديد للدراسات الاستراتيجية، أستاذ وليد الزعبي عضو مجلس الشعب، شكرا جزيلا لك. وأشكر كل من تابعنا، وأريد أن أنوه بأن هناك تقارير سوف تتتالى على شاشة الإخبارية السورية، ملفات خاصة بالفارين من المؤسسة العسكرية والذين عادوا من جديد لإلقاء سلاحهم وربما العودة من جديد للتراجع عن هذا الموقف الذي اتخذوه. كل هذه الملفات سنفتحها فعلا تباعا على شاشة الإخبارية السورية بكل تفاصيلها في الأيام المقبلة إن شاء الله. أشكر كل من تابعنا من السوريين في الداخل والخارج، ومن العرب الذين يتابعون أيضا في كثير من الدول العربية، يتابعون شاشة الإخبارية ويتواصلون معنا بشكل مستمر، والداعمين لمواقف سوريا في نهاية المطاف. الرحمة لأرواح شهداء سوريا العظام، وهذه تحية كبيرة للجيش العربي السوري والإنجازات النوعية التي تتحقق على الأرض في كل المحافظات، ابتداء من درعا التي تحدثنا عنها اليوم وانتهاء بأبعد محافظة هنا في سوريا. هذه تحية لكل متابعي الإخبارية السورية، ومني ربا الحجلي، بأمان الله.